بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. يمكن طبعا احنا خلاص بنتكلم النهاردة في 24 رمضان، الشهر الكريم في الأيام الأخيرة وفي العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك. أيام جميلة بتمر علينا بسرعة، وزي ما انتم عارفين خلال هذا الموسم من برنامج الأهلي في رمضان كان عندنا حلقات مهمة جدا على مدار هذا الشهر، والنهارده بالتاكيد حلقه يكون فيها تفاصيل مهمه جدا. حلقه النهارده ممكن تكون الحلقه الاخيره بالنسبه لنا في شهر رمضان، لو الاربع اللي جاي باذن الله اول ايام العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والامه الاسلاميه بخير دايما يا رب. في البدايه بالتاكيد برحب بصديقي وزميلي العزيز احمد سمير ابو حميد، برحب بيك. مساء الخير يا محمد، والله مشرفنا بالتاكيد. كل سنه طيب ان شاء الله. ما تقابلناش من نهايه الكاس. كل سنه وانت طيب يا محمد. كل سنه وحضراتكم طيبين. ايام الشهر الكريم الحياه بتعدي بينا او بتجري بينا بسرعه، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. كل سنة وانتم طيبين ودايما بألف خير. النهاردة عندنا زي ما محمد قال موضوعات كتيرة جدا، وخصوصا خلاص بنقرب الأول، بس عايز أبارك لعمالقة الأهلي فريق الباسكت. لسه يمكن انتهت مباراتهم أمام الاتصالات بفوز بريمونتادا. الحقيقة كانت مباراة قوية جدا، احنا استمتعنا بمتابعتها هنا قبل بداية الاستوديو أو قبل بداية حلقة الأهلي في رمضان النهاردة وسهرتنا. وامبارح انسات الطايره الحقيقه قدموا عرض قوي جدا وفازوا على فريق سيدات الزمالك بنتيجه 3-0 في اولى لقاءات. الحقيقه نتمنى ان شاء الله انها تستمر بالتفوق الاهلي دايما زي ما عودنا وعود كل جماهير، وفي انتظار طبعا اللقاء المهم جدا والمنتظر. كل الناس بتسال من النهارده، الواحد وهو ماشي في الشارع طول الوقت الناس بتسال الاهلي هيعمل ايه، الاهلي هيعمل ايه. الاهلي ان شاء الله باذن الله قادر على حسم التاهل ان شاء الله يوم الجمعه امام سيمبا. هيكون عندنا كلام عن مباراة سيمبا النهارده، هيكون عندنا كمان متابعة لتدريبة النادي الأهلي، بالإضافة لعديد من الموضوعات ومنها موضوعات الحقيقة شديدة الأهمية أطرحها أنا وزميلي محمد سعيد على حضراتكم في سهرة النهارده. أكيد عايزين كمان نبارك لأسرة كرة اليد، الفوز بالأمس على فريق الزمالك. امبارح كان في مباراتين في نفس التوقيت، كرة اليد رجال، كرة الطايرة سيدات. كرة الطايرة سيدات كمان في مباراة البيست أوف 3، يعني أول مباراة إن شاء الله كسبوا لسه. 3-0 وعرض قوي جدا. عرض قوي جدا، فأسرة النشاط الرياضي بصراحة محققة نتائج على أعلى مستوى الفترات الأخيرة. وحتى لو عملت مباريات ومقارنات ما بين الأهلي والزمالك في جميع الألعاب يا أحمد هتلاقي تفوق كاسح، يعني تتكلم مثلا في نتائج حوالي من 10 إلى 1. فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لأسرة النشاط الرياضي في تحقيق كل النتائج الإيجابية سواء في كرة السلة، كرة الطايرة، كرة اليد في الفترة اللي جاية. لكن مباراة سيمبا مباراة بتشغل بال كل الأهلوية. صحيح صحيح، الأهلي فاز في تنزانيا بهدف مقابل لا شيء، وكان ممكن النتيجة تكون أكتر من كده لولا التحكيم اللي كان للأسف ليه تدخل يعني سافر جدا إن الأهلي ما يحققش سكور في تنزانيا. ولكن مباراة العودة مباراة صعبة جدا يا أحمد. طبعا سيمبا فريق محترم يا محمد، خلينا نتفق، فريق بيلعب أو واحد طبعا بقى واحد من الأسماء الحاضرة دايما في أفريقيا في المواسم الأخيرة، طور مستواه جدا في البطولة السنة دي، قدم عروض قوية جدا. عبد الحق بن شيخة أعتقد كمان حط بصمة واضحة جدا على الفريق، وفريق خلينا نعترف أنه أرهق النادي الأهلي في تنزانيا. صحيح في ظروف سفر، صحيح في ظروف غيابات، صحيح في يعني أسماء كتيرة ممكن كانت تبقى وجودها مؤثر مع الأهلي أو تفرق مع مارسيل كولر في مباراة صعبة زي دي. لكن ما تنساش في الأول والآخر أنه تحقيق فوز في تنزانيا هو الأول على سيمبا، دي في حد ذاتها نتيجة مهمة جدا. ثانيا بصرف النظر عن أنك أنت هتلعب على أرضك وسط جمهورك، والأهلي عودنا دايما أنه في ملعبه صعب جدا يتعرض لأي مفاجآت. لكن كمان خليني أقول لك أن الدوافع عند سيمبا هتبقى بالتاكيد المغامره، وده اعتقد انه هيستخدمه مارسيل كولر بذكائه المعروف عنه في تحقيق باذن الله مكسب مريح يامن لينا الصعود لدور الاربعه. هو كمان سيمبا جاي القاهره ولا يبكي على شيء بالزبط. هو خسران كل شيء، فبالتالي جاي بيلعب مباراه رهان بالنسبه له، وعشان كده بتاتي اهميه وصعوبه المباراه، والاهلي داخل مباراه بتركيز شديد جدا. ولكن بما ان احنا دايما بنركز مع التفاصيل اللي علاقه بالتعيينات، انا عايز اقول حاجه بس في الجيم كمان يا اتفضل. محمد، لانه يعني طبعا هو الاهلي هو الفريق الوحيد اللي حقق فوز في الليج 1 او في الجوله الاولى من لقاءات الذهاب. كل الماتشات الثانيه، الثلاث ماتشات الثانيين انتهوا بالتعادل. لكن الحقيقه من خلال متابعتي انا يعني شفت بعض الماتشات وشفت هايلايتس لماتشات ثانيه، الثمان فرق اللي وصلوا دور الثمانيه فرق قويه جدا، مفيش مواجهه ابدا من هنا ان شاء الله لغايه الوصول لمرحله نهائيه او مباراه النهائيه هتكون صعبه. اللي يهم جمهور النادي الاهلي لو هتكلم بلسان الجمهور ايه؟ مش بس فكره المكسب والعبور، لكن يهمني كمان اشوف كيرف الفريق
يعلى بالظبط كده. وهي فرصه كويسه جدا، بتلعب فريق محترم، فريق قوي، مش فريق مش بالخصم الهين على الاطلاق أكيد. على ملعبك وسط جمهورك، انه الاهلي يقدم كمان مع المكسب ان شاء الله اداء يطمن الفريق او يطمن الجمهور في الادوار اللي جايه بعد كده ان شاء الله بعد ما نتاكد خاصه ان الماتشات كلها ورا بعضها، يعني هتخلص ماتش سيمبا باذن الله الاهلي يتاهل الى مرحله الدور نصف النهائي. انت بتتكلم بالظبط من 5 ابريل ل 20 ابريل، اسبوعين، وفي النص عندك ماتش الزمالك، وفي النص عندك ماتش الزمالك، في الزمالك وفي زد، في ماتشات ثانيه طبعا بس الزمالك هو المحطه المهمه، هو الاساس يعني. وفي قصه وحكايه اكيد على قصه مباريات الاهلي مع الزمالك في الدوري، ده اكيد هنتكلم فيه خلال الفتره الجايه. ولكن بما ان النهارده بنتكلم على مباراه العوده، مباراه العوده هيديرها حكم تشادي، هو اسمه الحاج الو، ده حكم من تشاد. بالمناسبه هو الحكم اللي ادار مباراه مصر والراس الاخضر في كاس الامم الافريقيه اللي انتهت 2-2. كان في جدل كبير جدا انا فاكر وقتها على لعبه هدف مصطفى محمد، هو اللي حسب الهدف ولا الفار هو اللي تدخل واحتسب الهدف. وهيكون معايا على تقنيه الفيديو الحكم الجابوني بير اتشو، وحكم من جنوب افريقيا اسمها ماكاليما، هي مساعد ايفار مع الجابوني بير اتشو. نتمنى ان التحكيم يكون عادل في هذا اللقاء، لان بصراحه الاهلي تعرض لظلم تحكيمي كبير جدا في لقاء الذهاب ابو حميد. صحيح. ورغم المعلومات اللي عندي ان كان في اعتراف من عديد المسؤولين، وده في يعني في رسائل موثقه معايا، باخطاء تحكيميه اثرت على النتيجه، وكان في رساله للحكام في مباريات العوده او في المباريات القادمه خدوا بالكم من الاخطاء ما تتكررش تاني، ولكن مع ذلك ما كانش في قرار ضد هذا الطاقم الا وانا هقول لك. يعني هو عموما التحكيم في افريقيا الحقيقه محتاج ملف كبير، وانت يمكن جداً متخصص جدا في الجزئيه الخاصه بالتحكيم يا محمد، لكن دايما الحقيقه كمان بالذات في نفس الماتشات ممكن نتفق او نختلف على انه في يعني ضربه جزاء بتاعت مودس مثلا ناس كتير جدا اختلفت عليها، في ناس اقرت انها ضربه جزاء واضحه وصريحه مش محتاجه حتى تدخل فار، في ناس قالت لك لا فيها شك. لكن في النهايه لما بشوف في نفس الجيم في نفس الماتش لعبات تانية بتحتسب على الاهلي اقل عنفا او اقل وضوحا، ده بالظبط اللي بيخلي الناس يعني تشك. إيه؟ يعني اللعبه دي بتتحسب بمنتهى السهوله وبدون اي تردد، ما فيهاش اي شك يعني بنظام الجزاء. لكن اللعبه بالنسبه للنادي الاهلي ما بيفكرش حتى يروح للفار او الفار يستدعيه، دي بتحط علامات استفهام كتيره جدا. نتمنى التوفيق الحقيقه لطاقم التحكيم، واعتقد انه ما بنلاقيش قوي من التحكيم هنا في مصر بيبقى بيلتزم الحياد على قد ما بيكون بره ملعبنا، بتبقى الدنيا صعبه شويه. القلق كله بره، نتمنى التوفيق. لكن ده طاقم التحكيم اللي هيدير لقاء العوده باذن الله يوم الجمعه الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، وهيسبق مباراه الاهلي وسيمبا في مباراه ثانيه ما بين سان داونز ويانج افريكانز باذن الله الساعه 8 بتوقيت القاهره. في ملف ثاني بالتاكيد برضه يا احمد هنتكلم عليه، وده موضوع مهم وشغل الراي العام. طبعا ده موضوع مش بس يهمنا كاهلي، ده يهمنا اعتقد ككل المسؤولين او المنوط بيهم الحفاظ على سمعه الكره المصريه. يعني انا مش بتكلم على واقعه تخص شخصين، مش بتكلم على واقعه الشحات او الشيبي، ومش بتكلم عن قصه دايره بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، القصه هنا تتعلق بالكره المصريه. ومش عايز اضخم الموضوع والاحداث، لكن انا عايز احط الامور في نصابها الصحيح. يمكن معانا واقعه مشابهه، يمكن طبعا يعني انا مش مطلوب فكره القياس فقط لا غير، او ان انا اضرب مثل على واقعه مشابهه ليها، لكن احنا هنستدعي واقعه حصلت في الدوري الاسباني، واحد من اكبر بالزبط الدوريات في اوروبا، وقع مع فالفيردي مع لاعب من فريق فياريال أليكس باينا، ومع اختلاف التفاصيل المتعلقة بالواقعة، لأن الواقعة دي يا محمد ما حصلتش في ملعب المباراة، لكن حصلت بعد ما انتهت المباراة بالفعل، وبعد ما خرج اللاعبين مش من أرض الملعب، بعد ما خرج اللاعبين من الملعب بالكامل وصلوا لأماكن انتظار الحافلات الخاصة بالفرقتين. أكيد. هنا حصل اعتداء من فالفيردي على أحد لاعبي فياريال، وهسيب محمد يقول لحضراتكم توابع هذه الواقعة كانت ايه، او ازاي اتعامل معاها اتحاد الكره في اسبانيا. بصوا يا جماعه عشان بس ايه نحط النقاط فوق الحروف وكل واحد يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وانا مش هتكلم كتير في الملف ده عشان الملف ده لسه فيه مسلسل جاي معانا الفتره اللي جايه. ولكن بما ان احنا بنتابع دايما ايه اللي بيحصل في الدوريات الاوروبيه، الواقعه اللي اتكلم عليها بالتاكيد زميلي احمد سمير متعلقه بواقعه فالفيردي لاعب ريال مدريد مع اليكس باينا لاعب فياريال، بعد انتهاء اللقاء بفوز فياريال على ريال مدريد 3-2 في الواقعه اللي اقيمت في نهايه الموسم الماضي. الفكره في حد ذاتها في حاجتين حصلوا في هذه القضيه من خلال متابعتنا للي اتكتب في ماركا واي اس بي ان الاسبانيه واس الاسبانيه وكل اللي اتكتب في الصحف الاسبانيه، والواقعه دي الاتحاد الاسباني اتعامل معاها ازاي، المحاميين الخاصين بفارفيردي وريال مدريد اتعاملوا ازاي مع القضيه، والقرار الرياضي اللي صدر هل في قرار تاديبي صدر من جهه اخرى بخلاف الجهه التاديبيه ولا لا، دي نقاط هنتكلم عليها بخلاف النقاط المتعلقه بالاختصاص. اولا وبادئ ذو بدء،
هنستعرض معاكم دلوقتي خبر كان نزل على موقع ESPN بخصوص هذه الواقعة، لأن هي شبيهة نوعا ما بواقعة حسين الشحات والشيبي، مع الوضع في الاعتبار أن واقعة حسين الشحات والشيبي فيها أمر إيجابي لأنها كانت جوه الملعب مش بره الملعب، وده جزء متعلق بالاختصاص هنا اللي هنتكلم عليه. ولكن الواقعة دي لما حصلت محامي فالفيردي وريال مدريد قالوا إيه؟ قالوا أنه بالنظر إلى هذا القرار والتحقيق اللي أجري من خلال لجنة المسابقات والقرار اللي صدر بإيقاف فالفيردي 5 مباريات، لا ينبغي اتخاذ أي إجراء آخر. ده محامي لاعب فالفيردي ومحامي نادي ريال مدريد. طب الاتحاد الأسباني كان تعليقه إيه على هذه القضية؟ الاتحاد الأسباني قال طالما صدر قرار لا يجوز أن أتخذ قرار آخر تعليقا على هذه القضية في مناقشات في ملف تاني خارج النطاق الرياضي. مع الوضع في الاعتبار أن واقعة حسين والشيبي كانت داخل أرضية الملعب، كانت تخضع لاختصاص اتحاد الكورة وربطة الأندية وإدارة المسابقات. واقعة فالفيردي مع أليكس باينا كانت في قائمة مكان الانتظار أو في الحافلات. أهو قدامنا على الشاشة يا أحمد ESPN، وده من أهم المواقع بالتأكيد اللي موجودة في أوروبا وفي أسبانيا. وعلى الشاشة أهو جادل محامي فالفيردي وريال مدريد إنه بالنظر إلى هذا القرار فإن التحقيق الذي تجريه لجنة المنافسة والذي واجه اللاعب بعقوبة الإيقاف 5 مباريات لا ينبغي أيضا اتخاذ أي إجراء آخر. تمام. وعلى هذا الأساس تم غلق الملف ولم يصدر أي إجراء في محكمة جنائية ضد فالفيردي. والاتحاد الأسباني أحمد عشان أديك برضو تعليق على هذه الجزئية، الاتحاد الأسباني قال وقتها رغم أن هذه القضية خارج الملعب ولكن أنا كاتحاد أسباني لا ينبغي لي أن أنا أبص على إجراءات أخرى طالما اتخذ إجراء رياضي وتأديبي ضد اللاعب. واقعة فالفيردي كانت خارج الملعب، واقعة حسين والشيبي كانت داخل الملعب، وهنا عندنا مثال حي أن في هذه القضية اللجنة التأديبية أو لجنة المسابقات في الاتحاد الأسباني لما أوقفت فالفيردي 5 مباريات لم يتخذ أي إجراء آخر ضد فالفيردي ولم تصدر أي قرارات قضائية من المحكمة الجنائية، وتم حفظ الملف بالكامل في هذه القضية. طيب أنا عايز أقول بس لكل الناس اللي بتتابعنا الغرض من القياس ده أو المثال ده إيه؟ واحد، خلينا نوضح مجموعة من الحقائق. هل حسين الشحات أخطأ؟ بالتأكيد أخطأ. وزي ما الأهلي كان سباق قبل صدور عقوبة رابطة الأندية بحق حسين الشحات، كان الأهلي سباق في فرض غرام على حسين الشحات اعترافا بالخطأ اللي وقع منه على هامش المباراة وأثناء المباراة، لأنه المخالفة تضمنها تقرير مراقب المباراة. فهل حسين، هل احنا الكلام ده بيتقال دفاعا عن حسين الشحات؟ قطعا لا. والأهلي أول من أصدر عقوبة بحق حسين الشحات، وكانت العقوبة أعتقد غرامة 300,000 جنيه، ثم صدرت العقوبة الثانية من رابطة الأندية بإيقاف حسين الشحات، وتم مضاعفة عقوبة الأهلي المالية لنص مباراتين وتم صدور عقوبة ثانية بإيقاف الشحات مبارتين وغرامة 20,000 جنيه. فالقصة مش قصة دفاع عن حسين الشحات، لكن السؤال هنا واللي أعتقد وأتمنى إنه في حد يجاوب عليه، أنتوا عارفين حضراتكم كرة التلج اللي بتبدأ صغيرة جدا وبتبتدي تكبر وتكبر وتكبر لغاية لما محدش يقدر يوقفها وفي النهاية تصيب أو تحدث أضرار محدش يقدر يتحمل تكلفتها. السؤال هنا، هل من الممكن أن واقعة زي دي تتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر وتجميد النشاط؟ أيوة ممكن. الإجابة نعم. وانت مقبل على مشاركة في أولمبياد ومقبل على مشاركة في تصفيات كأس عالم. وخليني أقول لحضراتكم نص المادة رقم 58. احنا بنتكلم على الفيفا هنا كدولة، هي دولة عابرة للحدود السياسية، دولة كرة القدم في العالم كله، بتحكمها مجموعة من القوانين واللوائح النافذة على الجميع. المادة رقم 58 من قوانين الفيفا بتنص على أنه يمنع اللجوء إلى المحاكم العادية في أي نزاع بين طرفين في اللعبة، يتضمن ذلك اللاعبون والمدربون وأعضاء الأندية، ويسري ذلك على قرارات الاتحادات المحلية واللجان التابعة لها أو الأحكام الصادرة من المحكمة الرياضية الكاس. وبناء على ما سبق فإن لجوء أي من الأندية إلى القضاء العادي يهدد كرة القدم المصرية بمخالفة قواعد فيفا عبر ما يمكن اعتباره تدخلا في شؤون الرياضية، وهو ما أدى في حالات سابقة ببعض البلدان إلى تجميد نشاط كرة القدم لحين تصحيح الأوضاع. النقطة كمان الجديرة بالذكر، وده على حسب معلوماتي، وأتمنى أنه حد يطلع يقول لا والله الكلام ده مش صحيح، بعد ما تقدمت إدارة نادي بيراميدز أو دفعت الشيبي إلى تقديم
شكوى او بلاغ رسمي الى القضاء المدني، في معلوماتي في معلوماتي انه بعد التقدم باتخاذ الاجراءات الرسميه بحق حسين الشحات، انه اتحاد الكره لم يخطر اداره نادي بيراميدز او اللاعب بصفته لاعب محترف في الدوري المصري، ويخضع بالتاكيد طبعا للمساءله من قبل كل الجهات المعنيه، سواء لجنه عقوبات، سواء اتحاد الكره، سواء رابطه الانديه. لم يتم اختاره او تحذيره بالغاء الشكوى دي غير خلال الساعات القليله الماضيه، فبالتالي في هنا عمليه تاخير بتتيح مجال للشك. ليه تم التاخير في عمليه اتخاذ الاجراء ضد اللاعب، وايه اللي تم بناء على التحقيقات اللي تمت في اتحاد الكره بشان هذا التجاوز، اللي اعتقد انه من ممكن ان يؤدي الى شطب الشيبي لاعب نادي بيراميدز وايقافه. فنتمنى الحقيقه عشان ما يبقاش الكل بيدفع ثمن الفاتوره دي، وما تبقاش الكره المصريه عرضه لاي عقوبات من قبل الفيفا، انه يتم وضع الامر بشكل كامل في اطار من الشفافيه والوضوح أكيد. لجميع الاطراف، وبصرف النظر زي ما قلت عن كون طرفي الازمه النادي الاهلي ونادي بيراميدز او حسين الشحات ومحمد الشيخ. اكيد اكيد. ختاما لهذه الجزء لما اطلع فاصل، يا ريت الناس تشوف الواقع اللي حصلت في الاتحاد الاسباني، كيف تم التعامل معها بشكل قانوني، وهنا جهات الاختصاص كيف تفاعلت مع هذه القضيه في الوضع، مع الوضع في الاعتبار ان قضيه حسين الشحات مع الشيبي كانت داخل الملعب، كان في تقرير لمراقب المباراه، كان في عقوبه من لجنه المسابقات، ومع ذلك الناس هنا بتاخدنا في نطاق خارج الملعب، وده امر سيتم محاسبه المخطئ في هذا المجال محاسبه قانونيه قويه جدا، سواء من الاتحاد المصري، لجنه الانضباط، او حتى الاتحاد الدولي، والموضوع ممكن يستمر المحكمه الرياضيه، لان انت هنا انت بتخالف لائحه النظام الاساسي للاتحاد الدولي، والناس اللي طلعت اتكلمت بشكل قانوني وهي ما عندهاش فكره عن التفاصيل القانونيه تقول لك اصل دي مش محكمه عاديه، دي محكمه جنائيه. يا فندم، المسميات القانونيه لا يجوز التلاعب فيها طالما انت بتلعب في نطاق رياضي، ومش هديك امثله زين الدين زيدان ولا ميسي ولا فالفيردي. الكلام اللي بيتقال ده كلام غلط، بس للاسف عشان ما فيش اتحاد كوره بيقدر يحاسب المخطئ في وقته، فالموضوع بيكبر زي ما قلت، كرة التلج بتكبر معانا. واختم على كلامك يا محمد، واكد على انه زي ما الاهلي كان سباق في اصدار عقوبه بحق حسين الشحات نتيجه الخطا اللي ارتكبه في المباراه، الاهلي على يقين الحقيقه لن يتوانى ابدا في الدفاع عن حقوقه او حقوق لاعبي. لا، وفي مفاجآت، في مفاجآت الفتره اللي جايه، ولكن كل شيء في وقته وكل شيء باوانه، لان المفاجآت القادمه هتبقى على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. فاصل ثم نواصل. خلينا نكمل مع حضراتكم مع مجموعة من أخبار النادي الأهلي. طبعا يوم بعد يوم المباراة المنتظرة بتقرب، خلاص تمرينه النهاردة وتمرينه بكرة أخيرة قبل مواجهة الجمعة اللي جاية إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت القاهرة. خلينا نعرف مجموعة ونتعرف على مجموعة من أخبار النادي الأهلي واستعداداته للمواجهة المنتظرة مع زميلتنا منى المنيسي. منى، مساء الخير وكل سنة وأنت طيبة. مساء النور عليك يا أحمد، كل سنة وأنت طيب. مساء الخير يا محمد، كل سنة وأنت طيبين، ومبسوطة أكيد إن أنا معاكم النهاردة. بالتوفيق إن شاء الله، وأكيد عندك وجبة أخبار بقى مهمة جدا، وفيها اكيد اخبار جديده وتهم جماهير الاهلي قبل لقاء سنة. دي حقيقه، معانا اكيد اخبار كتيره بتخص النادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني. خلونا نبتدي دلوقتي. يخوض الفريق الاول لكره القدم بالاهلي ميرانو الاخير مساء غدا باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني المقرر لها مساء الجمعه في اياب دور ربع النهائي دوري ابطال افريقيا. وسيدخل الفريق عقب الميران في معسكر مغلق ليله المباراه. مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكابتن الفريق احضران غدا الخميس مؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ويقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرا، بينما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ظهرا. يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميا وسيمبا التنزاني يعقد في الثامنة مساء غد الخميس استعدادا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين ومراقب المباراة وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بالمباراة والزي الرسمي الخاص بالفريقين ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.
وصلت بعثة الفريق فريق سيمبا التنزاني إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء استعدادا لخوض إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الأهلي، واستضيف الأهلي سيمبا في العاشرة من مساء الجمعة على استاد القاهرة. وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني ذهابا بهدف نظيف سجله أحمد داكوكا. خلوني هنا طبعا أقف وأسألكم يعني متوقعين إيه؟ شايفين الماتش إيه بعد فوزنا؟ وأكيد سيمبا يبقى جاي عايز يعدل النتيجة، شايفين الماتش هيمشي إزاي؟ ماتش صعب جدا، أسوأ نتيجة ممكن ترجع بيها بعد لقاء الذهاب إنك تبقى متعادل سلبيا 0-0 أو حتى فايز 1-0، لو 2 أو 3 أقول لك خلاص الموضوع اتحسم، لكن أنت بتلاعب فريق جاي لا يبكي على شيء، عايز يعمل أي نتيجة إيجابية، عنده طموح، عنده حاجات كتيرة ممكن يعملها، ولأول مرة كمان يا أحمد ويا منى سيمبا جاي ببعثة كبيرة جدا، ويبدو إن هو بينفذ نفس كتالوج الأهلي، جاي معاه شيف، معاه طباخ، معاه كل أدوات التدريب، معاه كل الأمور اللي ممكن تساعده على أداء نتيجة إيجابية، جاي قبل المباراة بحوالي يومين ثلاثة، نفس برضه ظروف الأهلي لما سافر إلى تنزانيا، لكن إن شاء الله عندنا ثقة إن لعيبة الأهلي كالعادة هيبقى عندها إصرار، تركيز، وعارفين إن الكورة مالهاش كبير، فهينزلوا الملعب بإذن الله وهم عارفين إن 90 دقيقة يكسبوا ويعدوا للمرحلة اللي جاية بإذن الله. أحمد، أنت شايف إن وجود كل اللي محمد كان بيقوله، إن وجود جايب طباخ، جايب كل حاجة معايا من بلدي، شايف إن ده بيساعد بنسبة كبيرة؟ يعني التفاصيل الصغيرة دي فعلاً بتفرق مع في نفسية اللعيبة أو في وجودهم أو أدائهم. الكورة في أفريقيا اتغيرت بشكل كبير، وفي تنزانيا على وجه الخصوص، كنا بنتكلم على سيمبا أو حتى يانج أفريكانز، حصل طفرة ودخول استثمار والمستثمرين في النشاط الرياضي، نقل الكرة في تنزانيا نقلة تانية خالص. ولو بصيتي حتى الفرق دول الثمانية، الدولة الوحيدة اللي عندها فريقين واصلين للثمانية في دوري الأبطال هي تنزانيا، عندها يانج أفريكانز وسيمبا، بالتالي هم وصلوا لمستوى معين من الاحتراف، واعتقد انه مع الخبرات اعتقد انه سيمبا ويانج أفريكانز هيكونوا منافسين بقوة في السنوات اللي جاية على البطولة. لكن خليني اقول لك انه طبعا الاهلي في ملعبه في وسط جماهيره، كل فرق افريقيا تعمل له مليون حساب، وشايف انه فكره انك انت بتتقدمي في مباراه الذهاب بنتيجه 1-0 دي شويه تسهل من مهمه مارسيل كولر مش اللعيب. يعني السيناريو او التكتيك اللي هيحطه مارسيل كولر للتعامل مع سيمبا اللي جاي اوريدي بيبتدي وهو متاخر عايز يعوض، اعتقد ان مارسيل كولر بذكائه يقدر يحط التكتيك اللي يخلي الاهلي ان شاء الله يكسب المباراه، وهي مباراه صعبه بكل المقاييس. اكيد كل بنتمنى اكيد ان شاء الله يبقى ماتش احسن كمان من ماتش الذهاب. خلونا نكمل اخبارنا. ونشر الفرنسي انتوني مودست مهاجم الاهلي صور ليه من زيارته للاهرامات خلال فتره الراحه التي حصل عليها الفريق او المارد الاحمر عقب مباراه سيمبا التنزاني، وعلق مودست على صور زيارته للاهرامات قائلا: مصر بلد الحضاره والتاريخ. هنا خليني اقول لكم ممكن قد ايه وجود، احنا شفنا طبعا ماتش مصر وكرواتيا ونجوم العالم كلهم موجودين وبيتصوروا مع الاهرامات، وكانت وحطوا حتى عملوا شير لكل الصور بتاعتهم على السوشيال ميديا، شايفين الكوره او الرياضه ازاي ممكن تساهم في ترويج للسياحه، او يعني ان هم يفرقوا في السياحه المصريه كمان، شايفين ده ممكن يفرق؟ ده واحد من مكاسب البطوله، يعني بطوله كاس العاصمه واحد من مكاسب البطوله، واللي اتمنى الحقيقه خدي بالك بقى النهارده السياحه مش بس سياحه ترفيهيه او دينيه طبعا او علاجيه، بقى في كمان سياحه رياضيه، بنشوف في العالم كله الحقيقه بي 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 يعني بيبذل مجهود كبير جدا انه يستدعي كبار النجوم وكبار الفرق سواء لبطولات او حتى لرحلات ترفيهيه، لانه دي بتبقى دعايه لما بيجيبي نجم مثلا زي ويل سميث مثلا كان في مصر من يعني من فتره مش بعيده قوي، حجم البروباجندا والدعايه على السوشيال ميديا لنجم عالمي زي ويل سميث او لغيره من النجوم. على فكره في نجوم كتير جدا جت مصر في الفترات الاخيره، يمكن احنا كمصريين ما عرفناش او ما حسيناش قوي بوجودهم، لكن العالم كله والفانز بتوعهم في كل مكان على السوشيال ميديا، دي دعايه طبعا لا تقدر بثمن. يعني زي ما بيقولوا كده القوه الناعمه، انت حقيقة عندك قوه ناعمه ممكن تستفيد بيها للترويج السياحي، واعتقد يعني مع كامل احترامي لاي مكان تاني مصر فيها اشياء ممكن تنقلنا نقله كبيره جدا في الفتره اللي جايه. الاهرامات تحديدا بتبهر اكيد الاجانب ان هم يكونوا موجودين وصورهم مع الاهرامات دي بتبقى مختلفه اكيد طبعا. خلونا نكمل اخبارنا. وفاز الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي على المصريه للاتصالات بنتيجه 83-70 في اولى لقاءات الفريقين بسلسله مباريات ربع نهائي دوري السوبر لرجال كره السله، وقيمة المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم الأهلي عرضا قويا خلال اللقاء، ويواجه الفريق غدا الخميس ثاني لقاءات سلسلة مباريات ربع نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي واجه فريق الزمالك اليوم الأربعاء في أولى لقاءات نهائي بطولة الدوري. المباراة تلعب حاليا على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على الزمالك واستعادة لقب الدوري.
وعقد الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني محاضرة في المران الأخير أمس لمواجهة خطة أو لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الفوز بالمباراة. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي حقق فوزا على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى من سلسلة بيست اوف 3 ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري. أقيمت المباراة على صالة دكتور حسن مصطفى ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 31-29 ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-21 وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-15. ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي الزمالك غدا الخميس على صالة دكتور حسن مصطفى في المباراة الثانية من سلسلة بيست اوف 3. تواجد الحكم الدولي محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات منافسات كرة القدم في دورة باريس 2024 الأولمبية والبارالمبية، وضمت القائمة 21 حكما رئيسيا بجانب 42 حكما مساعدا و20 حكما لتقنية الفيديو على رأسهم الدولي محمود عاشور. وتعد هذه المرة الثانية التي ستتواجد فيها الحكم الدولي محمود عاشور للتحكيم المصري في الأولمبياد بعد تواجده في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021. جاءت نسخة مصر من مباريات سلسلة الفيفا الأعلى حضورا للجماهير حول العالم. مباريات سلسلة فيفا التي أقيمت لأول مرة في شهر مارس في 5 دول وكان من ضمنها كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد حضور مباريات سلسلة فيفا حول العالم أكثر من 176,000 مشجع. مباراة مصر وكرواتيا كانت الأعلى حضورا بواقع 70,000 مشجع. اقترب احمد رفعت صانع العاب مودرن فيوتشر من مغادره او من مغادره احد المستشفيات للقاهره والعوده الى منزله عقب الاطمئنان على وظائف الكلى بشكل كامل ووضع برنامج وقائي له تحت اشراف طبيب متخصص والتي يحتاج الامر من 48 الى 72 ساعه. وكان غادر احمد رفعت العنايه المركزه وتم نقل اللاعب الى غرفه عاديه مجهزه حيث يخضع للرعايه الكامله واشراف كامل من الاطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبيه وتحسن وظائف الكلى. وكان احمد رفعت قد سقط مغشيا عليه خلال مشاركته مع فريقه في مباراه الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي وتوقف قلبه قبل ان ينجح الاطباء في انعاش القلب باحد مستشفيات الاسكندريه وتم نقل اللاعب الى القاهره خلال الاسبوع الماضي بعد استقرار حالته. اكيد طبعا بنتمنى له كل الشفاء يعني كان حاجه مزعجه جدا للكل صراحه، وكنا قاعدين لحظه بلحظه بنطمن هل بقى كويس هل بقى احسن وايه التطورات في حالته الصحيه، شايفين انه ايه اللي الملعب محتاجه لوجود ان انا الحق انقذ لاعب بسرعه، ايه الحاجات الوقائيه اللي محتاجاها. والله الملف الطبي ده منه كله محتاج مراجعه شامله، يعني احنا دايما بنبقى رد الفعل او بنستنى المشكله تحصل عشان ندور عليها على حلول، واعتقد ان هو صدر قرار بالفعل انه يكون في اجهزه انعاش القلب صدمات الكهربائيه. فاعتقد يعني نتمنى الحقيقه مراجعه الملف بالكامل لانه في اوجه قصوره كتيره جدا يعني صعب يمكن ان احنا نتكلم عليها دلوقتي، بس بنشكرك شكرا جزيلا يا منى على يعني مجموعه الاخبار دي، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي امام سيمبا. ولسه عندنا كلام كتير انا ومحمد مع ضيفنا ونجمنا النهارده في الاهلي في رمضان اللي هيتواجد معانا في نهايه سهره النهارده. بشكرك يا منى، شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا حاج، مبسوطه ان انا كنت معاك. بشكرك يا محمد، مبسوطه اكيد ان انا كنت معاك. وانت طيب، كل سنه وانت طيب. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. بالتاكيد قصه المنتخب مع كابتن حسام كانت بدايه وفرصه كويسه جدا لكابتن حسام انه يبتدي ياخد بدايه مشوار يجرب مع منتخبات من مدارس مختلفه، مباراه نيوزيلندا، مباراه كرواتيا، بصرف النظر عن النتائج، بصرف النظر على الايجابيات والسلبيات، لكن يهمني كمان اسمع ردود الافعال على البطوله ككل، استضافه الحدث والاستفاده من بطوله واحتكاك بالشكل ده من وجهه نظر الاخر، والاخر هو دارين بيزلي مدرب او مدير فني لمنتخب نيوزيلندا اللي واجه منتخب مصر في بدايه مشواره في البطوله. هو ضيفنا النهارده في الاهلي في رمضان من خلال يعني فيديو كونفرنس هيكون موجود معانا. اسمحوا لي في البدايه ارحب بيه واشكره على وقته ومشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، ويعني هارد لك طبعا على البطوله، لكن بالتاكيد كان فيها جوانب ايجابيه. اهلا
Thank you. Good evening. شكرا جزيلا. مساء الخير. مرحبا بكم جميعا. اهلا وسهلا بك. يعني تسمح لي في البدايه قبل ما اتكلم في الكره وفي التكتيك اسالك على انطباعاتك على البطوله وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى الاحتكاك بمدارس كرويه مختلفه في بطوله زي بطوله كاس العاصمه. بالطبع كانت بطولة رائعة. أنا استمتعت كثيرا بهذه الدورة. كثير من التغيرات التي حصلت، سافرنا من لأكثر من بلد، ولكن قمتم بعمل جيد، استقبال رائع، التنظيم كان مذهل بالنسبة لي، الفنادق، أماكن التدريب، الاستادات، كل شيء كان مميزا بخصوص هذه الدورة. أنا أحييكم وأشجعكم على الاستمرار في مثل هذه الدورات. أكيد شيء إيجابي. طب مستر دارين، يعني أول مواجهة لك في البطولة كانت أمام منتخب مصر، منتخب مصر اللي استضاف هذه الدورة ضمن سيريس الفيفا وسلسلة فيفا الجديدة اللي بتتلعب في الأجندة الدولية. أولا مواجهتك مع منتخب مصر شفتها إزاي؟ هل كانت مواجهة صعبة؟ هل تفاجأت بالمستوى الفني لمنتخب مصر في هذا اللقاء في ظل قيادة فنية جديدة للكابتن حسام حسن؟ وهل منتخب نيوزيلندا معاك في هذه البطولة كان بكل العناصر الأساسية ولا كان هناك غيابات مؤثرة في تشكيلة الفريق؟ نعم. أنا أعتقد أنها كانت مباراة جيدة. لديكم العديد من اللاعبين الرائعين. لكن خلال المباراة أعتقد أننا أدينا بشكل رائع، ولكن ولسوء الحظ قد خسرنا المباراة وقد أضعنا العديد من الفرص. ولكن مصر الآن تفتقد صلاح، ولكننا أيضا نفتقد ثلاث لاعبين مهمين وعلى رأسهم كريس وود من نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي. هو تخلف عن الرحلة وبالتالي كان الأمر صعب بالنسبة لنا، ولكن خسارة محمد صلاح بالطبع كانت خسارة أكبر لكم. من وجهة نظرك وانت بتواجه حسام حسن ويمكن هو يعني مدير فني لسه متولي مسؤولية المنتخب، ايه هي أهم مواطن القوة ومواطن الضعف اللي شفتها في منتخب مصر أثناء المواجهة؟ تقييمك لمستوى المنتخب في المواجهة دي. أعتقد أنه بدأ بداية جيدة أن يفوز بمباراة، ومباراة جيدة، وبالنسبة لمصر هو أسطورة في كرة القدم كلاعب، فبالتالي هو بدأ بشكل ممهد بشكل جيد، اعتمد على الهجمة المرتدة في الأول، ولكن لديكم لاعبون حاملون للكرة بشكل جيد، لديكم عدة لاعبين جيدين ولديهم في أكثر من مركز، ولكن طريقة سير المباراة هي التي أدت أنه يعتمد على الضغط أكثر. كما قلت كان مميزا في الهجمات المرتدة، وبالنسبة لنا كان يجب علينا أن ننقل الكرة بشكل أكبر لنتخلص من هذا الضغط ولنخلق العديد من الفرص للاعبين. طيب مستر دارين، هل كان مفاجأة بالنسبة لك الحضور الجماهيري الكبير في مباريات هذه البطولة، مباراة مصر ونيوزيلندا، حتى المباراة الختامية مصر وكرواتيا؟ يمكن فيفا أعلم أن كان أعلى حضور جماهيري في سلسلة فيفا، يمكن كان في 5 أحداث رياضية في نفس التوقيت خلال أجندة مارس. أن جماهير الكرة حول العالم نتوقع في كل مباراة أن يحضروا بشكل كبير، ولكن كما تعرفون بالفعل كان لديكم حضور جماهيري مميز خصوصا في مباراة مصر وكرواتيا. أعتقد أن كل المسؤولين فخورون بما رأوه في الاستاد في أول مباراة رسمية عليه. أعتقد أن هذا كان أمرا جيد، كان مناخا جيدا لكرة القدم، للعب كرة القدم. كانت دورة جيدة جدا بالنسبة لي. وأنت بتحضر للمباراة لمواجهة مصر preparation against Egypt. نيوزيلندا، هل في لعيبة كنت بتعرفهم مسبقا أو كنت مركز عليهم بشكل كبير؟ وهل أثناء المباراة في لعيبة تانية لفتت نظرك؟ Yeah, so we've got some really good
كان لدينا فريق كبير من التحليل. شاهدنا أكثر من مباراة لمصر، حوالي 6 مباريات قبل الدورة، خصوصا في أمم إفريقيا. كان لدينا معلومات جيدة بخصوص لاعبيكم، خصوصا محمد صلاح وخساراته، ولكن يظل لديكم لاعبون جيدون، عمر مرموش على رأسهم، واللاعب الذي أصيب خلال المباراة أيضا كان مميزا جدا، وبالإضافة إلى تريزيكي. لديكم أيضا قلب دفاع قوي، ولديكم خط وسط مميز. لاعب خط الوسط كان يستطيع أن ينقل الكرة بشكل جيد، وقد بالفعل جعل جبهة تريزيكي خطيرة أثناء المباراة. طب لو رحنا لاستفادة نيوزيلندا من البطولة عموما، مواجهة مصر ومواجهة تونس، أبرز مكاسب منتخب نيوزيلندا من المشاركة في البطولة؟ بالنسبة لنا أن نحظى بمباريات رائعة لنعرف المراكز التي ونحسن المركز الخاص بنا في الفيفا، ولأن التصنيف الخاص بنا لم يكن جيدا مؤخرا، فبالتالي هاتين المباراتين كانت جيدتين لنا، كانت فرصة جيدة، وحاولنا أكثر من مرة أن نحظى بمباريات ودية لنحسن مركزنا، وكنا نأمل نظهر بشكل أميز، ونتمنى أن نشارك في كأس العالم وأن يظهر شكلنا بشكل رائع كما هو الحال بالنسبة لمصر أمام مصر وتونس وكما فعلت كرواتيا، لأن تصنيفنا هو الأهم بالنسبة لنا في الفترة الحالية. بالطبع لن نستطع أن نهزم فريق كمصر أو تونس، ولكن لأن المباراة كانت صعبة، وخصوصا أمام تونس كان لدينا الفرصة الأكبر، ولكن لاعبون الآن حظوا بخبرات رائعة من خلال هاتين المباراتين، وكنا نتمنى الفوز بهما، ولكن لسوء الحظ لم نفعل. مستر دارين، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأكيد كلام مهم جدا تعليقا على استضافة مصر لأجندة دولية في ضمن سيريس فيفا، سلسلة الفيفا خلال أجندة مارس، مشاركة جيدة لمنتخب نيوزيلندا، سمعنا منه تعليقاته بالتأكيد على أداء لاعبينا في هذه البطولة والحضور الجماهيري والتنظيم. شكرا جزيلا مستر دارين، وبالتأكيد يا أبو حميد في تقرير مهم جدا لكرة السلة وفوز الأهلي في مباراة كرة السلة. نطلع نشوف التقرير ونرجع نواصل سلسلة باقي فقرات برنامج الأهلي في رمضان، واللي هيكون معانا بعد التقرير الكابتن أمير عبد الحميد، نجم حراسة المرمى في النادي الأهلي وحارس مرمى النادي الأهلي لفترات طويلة جدا. عندنا هنتكلم معاه عن الذكريات، هنتكلم معاه عن حراسة مرمى الأهلي في الفترة اللي جاية، وكمان هنتكلم معاه عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. تقرير وبعد التقرير فاصل، والضيف الكابتن أمير عبد الحميد، أحد حراس مرمى النادي الأهلي في فترة ذهبية جدا في الألفية الجديدة. I mean, it was rough for me, rough shooting day. Still got to get a rhythm. You know, I haven't played a full game since March 1st, so it's been a while since I actually played an actual game. So for me to just come out here, compete today, and most importantly, we got the win. That's all that matters. So no matter if I play good or bad, as long as we win the game, it's all that matters. يعني طبعا انا كنت بساله عن شعوره بعد ما جه النادي الاهلي، ويمكن دي اول مباراه يحضرها النهارده. طبعا هو قال لي ان هو لسه الامر مش بهذه السهوله، لسه بيتاقلم وبيتعود على التواجد في مصر، وبالتاكيد اهم حاجه ان هو فاز في مباراه النهارده. It's been good. You know, my teammates have done a great job, you know, welcoming me with open arms. You know, when you have a veteran like Mark who does a great job of, you know, mentoring me and helping me, just showing me around the city, but also just doing a great job of just, you know, what to expect from, you know, different players on the team, the coaching staff, the fans, and just overall the organization. Day by day, things will get better. يعني طبعا انا كنت بساله على التعاقد مع النادي الاهلي، وكمان يكلمني على كل ما وراء الكواليس، والتعاقد مع النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، وكمان فاز طبعا ببطوله البال السنه الماضيه. هو قال لي انه الحقيقه استقبالهم كان جيد جدا داخل النادي الاهلي، كانوا سعداء جدا، واكيد هما بيعملوا great job، يعني شغل رائع جدا، وهو سعيد اكيد بانضمامه للنادي الاهلي. Things will get better. Everything will get better for me individually, but more importantly I'm glad we got the win. So I'm looking forward to get many wins with this team and looking forward to meet all the fans.
يعني طبعا كنت بقوله في النهايه النادي الاهلي عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، فتحب تقول لهم ايه؟ هو قال لهم ان كل حاجه هتكون افضل ان شاء الله، هو منتظر عدد من النجاحات والفوز مع النادي الاهلي. الحمد لله ده اول ماتش من البلاي اوفز، الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق المكسب. الفتره اللي فاتت كانت فتره يعني صعبه علينا شويه، كان عندنا اصابات كتير، يمكن مثلا 6-7 لعيبه، فاحنا يعني بنحاول ان احنا نستعد للبال اكتر، فاحنا بنحاول نرجع اللعيبه واحده واحده، الناس المصابه والناس اللي كانت بعيده الفتره اللي فاتت تبدا تشارك معانا على الاقل فترات قليله، ويبداوا يساعدونا عشان احنا عندنا ماتشات باك تو باك، احنا عندنا ماتش بكره على طول، فالحمل كتير شويه، فان شاء الله يعني اللعيبه الناقصه واللي كانت بعيده الفتره اللي فاتت تقدر تساعدنا الماتش بتاع بكره والماتش بتاع يوم الاحد ان شاء الله. هو احنا الفتره اللي فاتت كنا بنستعد للماتشات دي، احنا كان لسه كان عندنا ماتش كاس مع الجيش، وقدرنا ان احنا نعدي الحمد لله للسيمي فاينل. الكام يوم اللي فات كنا بنستعد لفرقه الاتصالات ان احنا نلعب باك تو باك، فاحنا بنحاول كوتش اكيد بيحاول يوزع الحمل على الماتشين النهارده وبكره، وان شاء الله نقدر نحقق المكسب بكره ان شاء الله. هو ان شاء الله البال يوم 19 اول ماتش، ف احنا بناخد كل حاجه خطوه ستيب باي ستيب، فاحنا ان شاء الله نعدي الاول مرحله في البلاي اوفز، وبعدين نقدر نستعد للبال عشان احنا عندنا هيبقى عندنا حوالي 10 ايام او 12 يوم ان احنا نقدر نستعد للبال، وكمان المحترفين الزياده اللي هم جايين يقدروا يخشوا معانا في السيستم وفي الاجواء بتاعه الفرقه، فان شاء الله خير يعني، ونوعد الجمهور ان هيشوفوا ماتش كويس ان شاء الله. معنا النهارده حارس امين، يمكن تواجد في توقيت كان فتره ذهبيه وتاريخيه في النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. في فترات معينه تواجد في يعني مباريات كانت صعبه، ولكن اثبت جدارته بعد عوده من فتره كبيره جدا ما كانش بيشارك بشكل اساسي، وجه في مرحله معينه زي ما سمعتوا في التقرير امير عبد الحميد بقى هو الحارس الاساسي للاهلي فجاه وبدون اي مقدمات بعد رحيل عصام الحضري في الدوري وفي افريقيا، وحصلت انجازات ونتائج متميزه جدا. كابتن امير عبد الحميد منور الدنيا ومنور بيتك حبيبي. ربنا يخليك يا حماده، متشكر جدا على الكلام الحلو، وطبعا متشكر جدا على التقرير الجميل ده، وانا سعيد جدا ان انا معاكم ومع احمد طبعا. انت طيب امير وانتم طيبين، وببقى سعيد جدا وانا موجود في بيتي في قناه النادي الاهلي، واي حاجه تخص النادي الاهلي انا ببقى فرحان بيها جدا جدا يعني. بص يعني انت بتنتمي لجيل يعني طبعا كل اجيال النادي الاهلي فيها اساطير وفيها بطولات وفيها ارقام وفيها حاجات كتير حلوه، لكن الجيل ده الحقيقه يعني بتهيألي انه ليه مكانه خاصه عند جماهير النادي الاهلي، الجيل اللي سيطر على كل حاجه بالطول والعرض، الجيل اللي فتح ابواب العالميه للنادي الاهلي، كل واحد من اولاد الجيل ده من اولاد الكتيبه دي ليه مكانه خاصه جدا امير، وانت منهم طبعا. حبيبي وحميد طبعا اكيد كان جيل عظيم، وزي ما انت قلت النادي الاهلي على مدار التاريخ كل فتره ليها جيل ذهبي، ويمكن الجيل بتاعنا كان كل شغلنا الشاغل ان احنا كنا دايما كل واحد يؤدي بشكل كويس ويخدم النادي، واي بطوله يدخل فيها النادي الاهلي نلعب على التتويج على طول. كان في ناس على اعلى مستوى، على المستوى الاخلاقي على المستوى الفني، كان في كذا كابتن في التيم، ناس كتيره جدا جدا كبار كانت اسامي، وكل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه كان قائد مع الفريق، وده اللي كان بيفرق معانا كمان في اوضه اللبس بشكل كبير جدا، سواء انت بتنتصر وبتكسب او يحصل اخفاقات بيبقى في تجمعات من النجوم الكبار، دي بتفرق جدا في التيم. فعلا كان جيل محترم، وكان همنا كله ان احنا ناخد بطولات، وما كانش في دماغنا خالص ان احنا نعمل عقد بفلوس كتير. يمكن والله بجد يمكن جالي موقف دلوقتي كده وانا موجود في النادي الاهلي، كنت ماضي عقد بس انا ما كنتش عارف العقد ده اصلا، والله انا عارف ان هو 5 سنين ولو كان اكتر كنت همضي، الفلوس قيمتها ما كنتش اعرف كام، وما كانش فارق معانا فعلا. يمكن في مره كده كنت مزنوق في كنت لسه هتجوز بقى وكده ومبلغ ومش عارف ايه، فقابلني كابتن عماد الاماني الله يرحمه قال لي امير انت ليك شيك عندنا حقك وبتاع، قلت له شيك بتاع ايه؟ ده دليل ان الواحد ما كانش كل همه الفلوس، ما كانش كل همه انه يبص لنفسه بس، كان اهم حاجه مصلحه النادي، مصلحه الفريق، انك انت تخلص للنادي. ويمكن كمان انا اتعلمت ده من وانا صغير، لان انا من وانا صغير في ناشئين النادي الاهلي، مدرسه الكوره في النادي الاهلي، فتعودت دايما ان انا اخلص للنادي وللفريق، وده اللي فرق معانا جدا حتى لما انتقلنا في انديه ثانيه.
اتعودنا على طول في النادي الاهلي انك انت بتدافع عن التيشيرت اللي انت بتلعب بيه وعن النادي اللي انت بتلعب بيه، وده اكيد النادي الاهلي اسسنا في الحته دي. ف يعني كان جيل بصراحه محترم، وكان معانا جهاز فني على مستوى، وكمان في نفس الوقت الاداره مهمه جدا، انك انت اعضاء مجلس اداره او مجلس اداره المتواجدين ساعتها كان كابتن حسن حمدي كان معانا، وعلى فتره تانية كان كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم، وبعد كده كابتن بيبو في الفتره اللي كان هو نائب رئيس النادي في الفتره اللي انا كنت متواجد فيها، وبيكمل طبعا المسيره بتاعه الرؤساء العظام اللي على مر التاريخ. فدي بتفرق معانا، سواء مجلس اداره بيشيل عنك اي ضغوطات، بيبقى معاك في الحلوه والمره والوحشه قبل الحلوه كمان، ان انت حتى احنا ما كنا بنكسب بطوله او حاجه مش بنلاقيهم كتير معانا، بنلاقيهم بس في الاخفاقات لو بالزبط. حصل حاجه. انا عايز اقف مع المرحله اللي انت جات لك فيها المسؤوليه، واللي شلت فيها مسؤوليه كبيره جدا زي حراس مرمى النادي الاهلي، وانك تحقق بطولات وانجازات. ناس كتير ممكن كانت تزهق او تحبط او لما حتى جالها فرصه ما تبقاش جاهزه، لكن الحقيقه دي تجربه مهمه جدا عايز اقف معاك فيها. بس خلينا نروح، تعرف بعد بكره خلاص الاهلي وسيمبا، وجماهير نادي الاهلي عايز تطمن على الفريق. فالحقيقه يمكن مع تمرينه النهارده زميلنا محمد توفيق موجود في نادي الاهلي في الجزيره، خلينا نروح له ونطمن ونعرف اخر اخبار استعدادات الاهلي لمواجهه سيمبا ان شاء الله. محمد مساء الخير، كل سنه وانت طيب اولا، ونتعرف منك على اخبار استعدادات التمرينه قبل الاخيره النهارده اللي اجراها مارسيل كولر اللي لعبته. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك وزميلنا العزيز محمد سعيد والكابتن امير عبد الحميد، احد المجيدين واللاعبين اللي اثروا بشكل كبير جدا في فتره تاريخيه النادي الاهلي. يمكن طبعا فاكر اول مباراه كابتن امير في ظروف صعبه وقفها، كانت مباراه المحله في الدوري تحديدا، فاكرها كويس جدا. الحمد لله كان التوفيق معاه، وبعد كده ربنا فتح له الطريق لبطولات كتيره جدا. يمكن يا احمد زي ما قلت خلاص النهارده التمرينه الرئيسيه استعدادا لمباراه سيمبا ومباراه العوده، طبعا بعد تحقيق نتيجه ايجابيه في دار السلام وفوز النادي الاهلي 1-0. ولكن طبعا زي ما مستر مارسيل كولر واللاعبين اكدوا، المهمه لا زالت قائمه ولسه المباراه صعبه جدا، خاصه انك امام منافس محترم جدا وخصم قوي جدا في الملعب. يمكن الجهاز الفني على مدار اليومين الماضيين والنهارده ثالث يوم على التوالي مواصل التدريبات بشكل اكثر من رائع، كان عمل جيد جدا كل يوم. مستر مارسيل كولر حريص على قبل بدء المران على اجتماع باللاعبين في ارض الملعب والحديث عن اهميه هذه المباراه واهميه هذه المرحله. ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق الفوز والصعود للدور قبل النهائي باذن الله رب العالمين. يمكن النهارده التدريب كان معتاد زي ما قلت لك، محاضره قبل المران، جلسه في الملعب مع اللاعبين، ومن بعدها على طول تدريبات قويه جدا بدنيه، ومن بعدها يمكن اختتم المران بتقسيمه قويه جدا شارك فيها ثلاث مجموعات من اللاعبين او ثلاث فرق من اللاعبين. ابرز ملامح المران النهارده هو طبعا محمد الشناوي يعني بيواصل تدريباته بالكره قبل طبعا بدء المران، طبعا تحت اشراف دكتور احمد جبل الله طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي، وكمان مستر ميشيل يانكون على طول موجودين مع الشناوي بيطمنوا عليه، وطبعا في تنسيق مع الخبير اللي اجرى له الجراحه في المانيا، وكل استعداداته يعني بتتم بشكل اكثر من رائع. كمان ياسر ابراهيم وعمر سيد معوض ظهروا النهارده قبل التمرين، ويمكن اجروا تدريبات الجري حوالين الملعب ان شاء الله تمهيدا لدخولهم مع الفريق تباعا ومواصله برنامجهم التاهيلي والعلاجي. كمان كان موجود النهارده يا احمد يا محمد مجموعه من الناشئين شاركوا في تدريبات الفريق، وكل حاجه زي ما بنقول يعني التدريب الرئيسي ظهر كل اللاعبين الحمد لله بشكل اكثر من رائع، باذن الله يكون التوفيق معاهم وباذن الله يكون الفوز حالفنا امام سيمبا، وان شاء الله الصعود لدور الاربعه. يمكن كمان بكره يوم حافل جدا الساعه 1 ظهرا ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر وكابتن فريق النادي الاهلي، على طول بعدها الساعه 1 ونص هيبقى المؤتمر الصحفي الخاص بفريق سيمبا التنزاني، الساعه 8 مساء باذن الله رب العالمين هيكون المؤتمر او الاجتماع الفني هنا في داخل النادي الاهلي بالجزيره، طبعا ما بين المسؤول النادي الاهلي ومسؤول نادي سيمبا ومسؤول الاتحاد الافريقي لترتيب والاتفاق على كل ما يدور حول المباراه، سواء ازاي او موعد الحضور او كل الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه. كمان يعني حابب اطمنكم واطمن كل جمهور نادي الاهلي، وسام ابو علي الحمد لله بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تام، كل اللاعبين الحمد لله في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. كمان حراس المرمى مصطفى شبير، محمود الزنفولي، حمزه علاء، مصطفى مخلوف بيؤدي تدريباتهم بشكل اكثر من رائع، يتبقى فقط بس توفيق ربنا وباذن الله يكون الفوز من نصيبنا، وباذن الله تكون خطوه مهمه جدا لصعود لدور الاربعه باذن الله رب العالمين باذن الله. طب توفيق، هل في ملامح ممكن تطمننا؟ هل ممكن وسام يكون موجود في قائمه بكره؟ ياسر ابراهيم النهارده شارك في المران الجماعي ولا لسه شويه وقت على مشاركته؟ يعني انت عارف في لعيبه كانت بعيده بقى لها فتره فالناس عايزه تطمن، هل في امكانيه لده بما انك تابعت التدريب النهارده ولا الامر لسه مش محسوم؟ بالنسبه لوسام محمد فدخوله القمه من عدم وده امر فني يرجع لمستر مارسيل كولر، ولكن هو من الناحيه البدنيه والفنيه هو لائق جدا المباراه. دخوله القمه من عدم ده امر فني بحت يرجع لمستر مارسيل كولر. ياسر ابراهيم يمكن لسه بعيد شويه محمد، يمكن بدا زي ما قلت لك الجري حوالين الملعب، هيكون في اشعه الاسبوع المقبل باذن الله رب العالمين.
يعني تبين مدى التئام الاصابه. طبعا انت عارف كان عنده مزق في الخلفيه، فالإشعاع باذن الله تشوف يعني نوصل لحد فين في الاصابه، لكن اعتقد ان هو بره مباراه سيمبا بشكل كبير جدا، لسه قدامه فتره من الوقت. زي ما قلت لك محمد الشناوي كمان يمكن باذن الله على يوم 15 ابريل هيكون في اشعه ثانيه تبين بقى بعد ما بدا يتمرن تدريبات خفيفه كده بالكره، زي ما قلت لك على طول يعني حتى في التدريب محمد وهو بيتدرب مستر ميشيل موجود جنبه، وكمان دكتور احمد جاب الله موجود جنبه بيتابعوا التدريبات خطوه بخطوه، بيتمرن كده بالكره على خفيف. فان شاء الله كمان 15 ابريل هيكون في اشعه ثانيه تبين بقى يعني الجراحه وصلت لحد فين. الحمد لله ماشي بمعادلات اكثر من رائعه، وقريبا جدا ان شاء الله يكون مع الفريق طبقا لخطه الواضحه الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالفعل. ولكن ان شاء الله هو اقرب اللاعبين للوجود في قائمه المباراه هو اسامه ابو علي، طبعا بنتكلم في ما يخص المصابين، ولكن طبعا كل هذه الامور ترجع فنيه لمستر مارسيل كولر، ولكن باكد لك ان اللاعبين كلهم تصميم وحافز كبير جدا، والجهاز الفني بيتكلم معاهم ان المباراه لسه في الملعب. محمد الشوط الاولاني انتهى بفوزنا 1-0 في دار السلام، ولكن يتبقى الشوط الثاني في القاهره باذن الله، يكون توفيق ربنا معانا وباذن الله نحقق الفوز وباذن الله نصعد لدور الاربعه ونحافظ على لقبنا والدفاع على لقب النادي الاهلي، وباذن الله حلم النجمه ال12 باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. زميلنا محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، دي كانت اخبار تمرينه النهارده، تبقى تمرين او مران اخير بكره ان شاء الله، كل التوفيق لرجالتنا. وهنتكلم طبعا عن مباراه سيمبا، لكن يمكن قبل مداخله محمد كنت بتكلم مع امير على سيناريو ما كانش الاول ويبدو كده انه لن يكون الاخير، يعني السيناريو ده بيتكرر دايما. طبعا الاهلي مدرسه عظيمه جدا في بالذات في حراسه المرمى، واسماء ويمكن اغلب حراس منتخب مصر على مدار تاريخه الا استثناءات قليله جدا كانوا من حراس مرمى النادي الاهلي. بفتكر تجربة شوبير وراء إكرامي وثابت، بفتكر تجربتك وراء الحضري، وبشوف دلوقتي نتمنى له طبعا العودة بألف سلامة حارس مصر الأول طبعا كابتن الشناوي، لكن بشوف تجربة مصطفى شوبير وراء الشناوي. في أوقات كتير جدا ناس ما يعني ما ممكن تقول لك لا أنا دور على فرصتي بره، لا أنا ما أقدرش استنى ده كله، وممكن القعدة دي تسبب إحباط أو تخليه لما تجيله الفرصة ما يبقاش جاهز ليها. عايز اتكلم معاك عن فتره ما قبل التالق وتولي المسؤوليه بشكل اساسي يا امير، كنت بتحس بايه وازاي تعديت او تخطيت المرحله الصعبه دي؟ بالنسبه للظرف بتاعي لما انا كنت موجود في النادي الاهلي يمكن قعدت حوالي 8 سنين احتياطي الحضري، ولكن على الثمان سنين فتره 8 سنين انا شاركت. مستر مانويل جوزيه كان دايما بيخلي الحضري يلعب تشامبيونز ليج والدوري وانا باخد الكاس، او في ماتشات معينه الحضري مثلا كنا احنا بناخد الدوري بفتره كبيره جدا اسابيع الدوري الثاني ما يبدا. ايوه نعم مش قوي قبل الدوري ما يبدا فانا كنت باخد بكمل انا الدوري مطلع. كله لكن الفتره الحقيقيه هي فعلا لما وخلي بالك في الفتره الثمان سنين دول انت بيجي لك عروض ولكن النادي الاهلي دايما بيفكر في حته العقود دي بيبقى في مصلحه النادي ثم مصلحه اللاعب. لو النادي فعلا محتاج اللاعب ده بيبقى موجود، مش محتاج ومفيش بديل هتبقى الامور صعبه جدا، وطبعا بالتنسيق. فانت وجودك في النادي الاهلي ده ذات يعني حد ذاته كويس جدا، وان اي لاعب بيبقى مبسوط جدا هو في النادي الاهلي ونفسه يشارك هو والاخر. بيجي لك عروض ولكن النادي الاهلي بيبقى شايف من وجهه نظره ان هو محتاجينك، فانت بتستنى وتصبر الفتره. مثلا لا انا عايز العب منتخب او عايز اوصل ابقى اساسي اهلي عشان او اساسي في حته ثانيه عشان ممكن العب منتخب، العب في بطوله افريقيا، اجيب دي ما بتخشش في الاعتبارات؟ فكرت فيها واي لاعب هيفكر فيها. وخلي بالك حتى مصطفى شوبير كان في كلام على البنك الاهلي وفي كلام على سيراميكا وكان في كلام ان هو هيروح مش عارف فين، طبيعي ان هو بيلعب في الاهلي هيجي له عروض حتى لو مش بتشارك. فبالتالي احنا الفتره اللي انا كنت موجود فيها دي ساعتها قبلها بفتره مش كتيره كان نادي الاسماعيلي يعني بيتكلم معايا، وقلت لهم اتكلموا مع النادي الاهلي، كان استاذ يحيى الكومي هو اللي كان متولي المسؤوليه في نادي الاسماعيلي كرئيس النادي، واتكلم وقلت لهم. وكل سنه كان النادي الاسماعيلي ونادي المصري ونادي الاتحاد الانديه الجماهير بيبقوا محتاجينك، لان طبعا هم نادي جماهيري عايزين حد من نادي جماهيري ويبقى عنده شخصيه، فطبعا بيروح للنادي الاهلي دايما على طول. فكان جالي ساعتها النادي الاسماعيلي ساعتها فعلا قبلها بفتره مش كبيره، ولكن والدتي ساعتها سبحان الله قالت لي بص النادي الاهلي مش هيتكرر، فانت خليك في النادي الاهلي وربنا هيوفقك في اي وقت والفتره الجايه. قلت خلاص انا هكمل في النادي الاهلي. قعدت جه موضوع سفر الحضري فجاه. ده كان قبل سفر الحضري معلش. كنت بتتمرن بتمرن عندك الاصرار والروح يعني وانت تلعب الحضري في الوقت ده كان يعني كان واصل لتوب فورم يعني طبعاً. واحد من الحراس اللي عملوا تاريخ كبير جدا يعني بصراحه. بيبقى في فكره المينتاليتي او العقليه اللي خليك لا انا في هدف انا هقدر اوصل انا في ولا في
زي ناس كتير جدا ممكن تبقى داون، فاللي هو تاديه واجب يعني. فاهم قصدي امير؟ ما ينفعش يبقى لعيب محمد في النادي الاهلي يبقى تاديه واجب. كل لاعب بيسعى، كل واحد بيجتهد، كل واحد مستني الفرصه. ال 25 30 لاعب اللي موجودين وعام ناس صاعده من تحت حتى الصاعد من تحت ده عايز ياخد فرصته وعاوز يلعب وعاوز يشارك وعاوز يحط يعني يبقى ليه بصمه مع النادي الاهلي. فبالتالي انت بتتمرن وبتخلص وبتشد ومستني الفرصه. حتى الماتشات الوديه بتتحسب عليك يعني. انت طبعًا. انت مستني تلعب ماتش ودي محسوب عليك، هتتقيم على مستواك. فبالتالي ده كنا بنعديه ان احنا بنتمرن نجي لي فرصه بموت نفسي فيها. عشان كده الناس كانت بتتكلم في الفتره دي ان امير عبد الحميد مهما يغيب يرجع كانه بيلعب. ده كان جمله بتتقال عليا. الفرق بس بيني وبين مصطفى، انا قعدت فتره، مصطفى هو لسه متصاعد من سنتين كتأييد رسمي في النادي الاهلي فريق اول، وهو طالع وهو تحت كان الناس بتتكلم عليه، وفي نفس الوقت لما كان بياخد فرص ولكن فرصه كانت بسيطه جدا، كان علي لطفي كان بياخد او الشناوي، كانت فرصه مصطفى ممكن ياخد شوط تاني في ماتش ودي، ماتش كاس مع فايلر، كاس مع فايلر اعتقد كان نادي الترسانه تقريبا. عمل ماتش كويس، يمكن حتى كمان الكابتن شوبير سألني قلت له انا ما اعرفش مصطفى شوبير، ما اعرفوش كمستوى، لكن انا عارفه ومصطفى كنت بس يعني ما شفتوش ولا مره. وكان بيجي لي البيت على فكره، وسبحان الله كان بيجي ويقعد معايا. هو في ميزه، هو شخصيه محترمه، شخصيه كويسه، عاقل جدا، بيسمع للناس اللي هي بتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا وخليك كذا واصبر كذا، هو بيسمع دايما. كان بيجي لي البيت وكان يعني سبحان الله الحاجات دي كنت بعملها مع كابتن شوبير، وكنت اديله لبسي وجوانتياتي. كابتن شوبير كان بيعمل كده معايا. فهو قلت له اصبر انت ليك مستقبل ان شاء الله. كان ساعتها في منتخب شباب، لما جه خد فرصه ماتش الترسانه كابتن شوبير سالني قلت له انا ما اعرفش. كنت انا ساعتها متولي مسؤوليه تمدير فرع النادي الاهلي في فرع الجزيره في اكاديميه، فما شفتوش. خدت اجازه اليوم ده واتفرجت عليه، عمل ماتش كويس جدا وكبير جدا، وبان شخصيته. صحيح. ودي ميزه جدا بتبان شخصيه لعيب في النادي الاهلي. ساعتها بقى ابتدى ياخد واستنى، خد على فترات. طبعا اهم بصمه عملها هو نهائي افريقيا ماتش الوداد. بعد كده خلاص الناس بقت عندها ثقه. هو عنده ميزه حلوه، عنده قبول من الجماهير، ودي ميزه. لا بس ما بتجيش ما بتجيش كده بالحظ، يعني بتيجي هو بيجيش من ماتش. أيوة. يعني هو عمل مثلا ماتش الوداد بالذات كمان لما بتبقى جاي ورا اسم كبير. طبعا فاهم. طبعا يعني انت جيت ورا الحضري. طبعا انت اكيد المحله تحت ضغط. ماتش المحله كان بصمه. كان ضغط كبير جدا لان الجمهور مستنيه تشوف صح مين امير هيعمل ايه. فاهم. برده مصطفى لما جه برده جات له الفرصه جاي ورا الشناوي، فالناس هتحطه في مقارنه مع الشناوي. صح. فبتبقى ضغط عنيف جدا. ولكن هنا بقى بتفرق شخصيتك انت واللي انت اتعودت عليه في النادي الاهلي ومتمرن وعندك ثقه في ربنا وفي امكانياتك، فانت مستني الفرصه. هو جات له البصمه الاولى اسرع في وقت قليل، ماتش صعب، ماتش قوي نهائي ضد فريق قوي. طبعًا. انا كان ساعتها النادي الاهلي بطولات، وخلي بالك كان لسه في بطولات تانية وكانت في مشاكل تانية، انك انت ما عندكش جون هتقيله تاني غير انا احمد عادل عبد المنعم. نص الموسم انت عندك نهائي لسه نص موسم في الدوري، وعندك كاس مصر، بطوله افريقيا، وعندك بطوله افريقيا، سوبر افريقي، سوبر مصري، عندك ماتشات تقيله جدا. فكل ده ورا بعض. فالحمد لله حققناه انا وزمايلي وعملنا انجازات كويسه. مصطفى كان البصمه بتاعته اللي هو ماتش الوداد، ماتش مهم. بعد كده قعد تاني، وطبيعي ان الشناوي كان هيرجع تاني، حارس كبير وحارس يعني رقم واحد في مصر وفي افريقيا، فبالتالي هيبقى غصبا عن مصطفى شوبير في مقارنات زي ما انا كنت بتقارن بالحضري. لكن هو حظ مصطفى ان المسافه مش كتير، لما لعب شد كويس. الفتره اللي هو بيلعب فيها دلوقتي هو عنده مساحه، فتره كبيره شويه، عنده مساحه فيها هدوء، ياخد نفسه شويه، ان انت تعمل ماتش كويس حتى لو اخفقت، فانت عندك تقدر تعوض بعديها وما عندكش مشكله مع جمهور بيساندك. جمهور النادي الاهلي عظيم، بيساند اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي. فبالتالي هو ممكن عمل اخفاق سنه في ماتش فيوتشر في السوبر، ولكن هو قدر بشخصيته يرجع تاني وانقذ هدف في الشوط الثاني وخدنا البطوله. ابتدى ياخد دلوقتي ويشارك. مش هعقد مقارنات، ولكن مين اللي كان ظروفه احسن او حظه افضل في المشاركه بشكل اساسي؟ هل جيل امير عبد الحميد وقتها ولا جيل مصطفى شوبير دلوقتي بالكل يعني الظروف اللي انت شرحتها دي؟ جيل مصطفى طبعا. جيل مصطفى جيل دلوقتي. انت قعدت 8 سنين. انا قعدت 8 سنين شاركت وقعدت ورحت وجيت ونزلت واتصبت ورجعت والكلام ده كله. زائد في حاجه مهمه،
انا احنا كملنا السيزون والبطولات دي كلها انا واحمد عادل عبد المنعم بس، لان انت ما كانش النادي الاهلي يقدر يأيد حارس غير بعد دور 16 او 32 حاجه كده. كملت كنت بتعور وبرجع وبلعب وانا مصاب وبرجع، ومستر مانو الجزائي عارف والدكتور ابو علي وكابتن احمد ناجي كانوا عارفين الكلام ده، بس في ناس كتير ما تعرفش. انا فعلا لعبت وانا مصاب فترات كبيره جدا عشان ما كانش في حارس تاني، كان احمد عادل عبد المنعم لسه يعني خبراته مش قد كده، وما كانش ينفع نجيب حارس تاني، وبس ممكن كان يتصعد معنا واحد من الناشئين او حاجه. ولكن مصطفى اولا في السوشيال ميديا كتير، فيها ميزه حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ فيها ميزه وفيها عيب. السوشيال ميديا كتير، انت لو تعلقت بتترفع بالظبط، حصل دروب يوقعوك تاني بالظبط. وعايز اقول حاجه للناس، وارد جدا 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 ان مصطفى شوبير ممكن في ماتش يبقى مش موفق لازم نقف جنبه، في ماتش تاني ممكن يبقى عالي جدا وماتش بعديه مش مركز، ده وضع طبيعي بقول للناس عشان تصبر عليه، لان عودة الشناوي هتبقى عودة قوية وهتبقى ميزة للنادي الاهلي انك انت عندك اتنين حراس على مستوى عالي. فانا شايف ان فرصة مصطفى يعني احسن بشكل كبير جدا من ظروفنا احنا، لان قعد فترة كبيرة جدا. وخلي بالك حضري كان ساعتها انت بتتكلم في واحد في منتخب مصر وبتتكلم في النادي الاهلي، ما كانش فيه فرص للناس، اتعطلنا في اصابات كتير. طبعا كان بيلعب قدامك باكات يعني طبعاً. على اعلى مستوى طبعا يعني. طبعا آه. كان كابتن عماد النحاس وشهادي وائل جمعه واحمد السيد، وكان رامي عادل بيشارك شويه، ومحمد سمير كان طالع من تحت. مش عايز انسى حد من الناس الكبار النجوم اللي كانت موجوده. انت بتتكلم في نص الملعب اصلا ما كانش في حاجه بتوصل، بتتكلم في الفراوده بيخلصوا على طول، ما فيش ماتش غير الماتش الاهلي 90 دقيقه يعني اغلبهم كلهم في نص ملعب الفريق المنافس بالظبط بالظبط. فانا يعني هو حظهم حلو، اتمنى لهم التوفيق، لان عندنا ماتش صعب، الماتش كمان يومين، ماتش لسه زي ما انا شفت الماتش ده اللقطه دي ده لا ده ماتش اللي انا كنت لابس بيربل فيه ده ماتش نادي الزمالك. تحب الالوان انت تحب الالوان. ده كان ماتش نادي الزمالك اللي كسبنا فيه 2-0 لا كسبنا 2-0 احمد فتحي ومتعب. لما بشير عمل الكره غلط لمتعب حطها، والجون الثاني انفراد فتحي حطها. الماتش ده كان في استاد الكليه الحربيه، كنت عامل ماتش وفيه كويس جدا. اظن ده القطن طبعا وانيمبا. فافريقيا كانت بطوله صعبه جدا. الميزه خلي بالك الواحد كان بيستمتع باللعب يعني. انا خلي بالك القطن الكاميروني كان بقاله بتاع 10 سنين ما يخسرش، انيمبا ما كانش خسر بقاله فتره كبيره في الوقت اللي احنا بنلعب فيه. انيمبا والقطن الكاميروني كانوا حاجه زي مثلا سان داونز والوداد دلوقتي اقوى لان هم كانوا لا بتكلم على مستوى المنافسه مع الاهلي يعني. اذا كان النهارده سان داونز الوداد هم اكتر انديه بتنافس الاهلي في افريقيا، فانيمبا والقطن وبعديهم اسك كمان وبعدهم اسك. انا فاكر مباراه اسك دي كانت في رمضان فاكر كانت صعبه يعني كانت مباراه. انا فاكر وقتها بسال شادي محمد على المباراه قال احنا بنلعب التتار ما بيرحموش. هقول لك انا كان في ظروف كمان يا محمد احمد في الماتش ده. الماتش ده انا قبلها بيوم لحد الفجر انا جالي زي جفاف او حاجه رطوبه ما اعرفش جالي فيروس او حاجه مش فاكر كان ايه اللي حصل، وتعبت جدا جدا لحد الساعه 5 الفجر وصبحين الماتش. فمستر مانو جوزيه اتكلم وجالي الاوضه، وكانت ناجي الساعه 4 ومش عارف انام، وبطني كانت وجعاني جدا فعلا. وساعتها الدكتور ايهاب عمل مجهود وشربت عصير وما قدرتش اكل، ولعبت الماتش ده وانا كنت تعبان جدا. وفي نفس الوقت كان في موقف يعني لطيف وكان في صالحي، ان كان في وفد جاي من بلجيكا جاي يشوف فلافيو صح. كان ساعتها موجود الله يرحمه الاستاذ محمد صيام الصحفي كان موجود، فهم جايين يتفرجوا على فلافيو. انا بقى الماتش ده كان يعني بنسبه 80 90% وان سايد جيم لاسك. ده كان ماتش صعب ماتشك جدا بقى. ماتش انا ماتشك انا والدفاع وكنا كويسين، بس انا كان الضغط عليا جامد جدا. فبعد الماتش جم اتكلموا مع النادي قالوا له احنا عايزين الحارس ده يجي معانا معانا. قال لهم ما عندناش غير اثنين وما عندناش، هو الاساسي بتاعنا ومش هينفع ان هو نسيبه. خلي بالك الواحد جاله عقود احتراف سواء محليه او يعني. انا لما رجعت ماتش المقاولين في الاصابه اول ماتش ليا العبه كان رابيد فيينا النمساوي، كان كروجر او حاجه كده كان ماسك مدير فني في المقاولين مظبوط. دخل بعد الماتش قال لك انا عايز الجول ورقم 10 كان شيتوس، وانا هبعت لكم فاكس وهناخدهم معانا بالعقد اللي انتم عاوزينه. ساعتها النادي الاهلي رفض. وانا صغير في الناشئين جالي بقى، كان في منتخب شباب جالي نابولي وجالي باير ليفركوزن جالي كذا نادي يعني والنمسا وفي زيورخ جم وفد باير ليفركوزن ورابيد فيينا. طب انت واجهت ميسي مع برشلونه فاكر المباراه دي؟ فاكره طبعا فاكر الماتش ده. الصوره بص الماتش ده كنا احنا عندنا فتره اعداد في المانيا، وبعدين لعبنا بطوله دي كانت استاد ويمبلي وعملنا ماتش كويس جدا، بس انا اتخبطت في الماتش ده
وطلعت ليه هيبه. بص ده اول ماتش يجي له بوجان اول ماتش اول جول يجيبه في حياته. بعديها جاب جول تقريبا في ماتشنا هنا 4-0 حتى احمد سيد، يعني احمد سيد كان المفروض يضغط عليه قبل كده راح فرمه بعد ما جاب الجول. ده جول العجيزي طبعا، ده جول هاني العجيزي. لا ده هاني كان راس حربة طبعا، كنا كويسين جدا في الماتش. الماتش ده كان فيه صناعيات ما بين معتز اينو وميسي. اينو كمان كان فيه موقف لذيذ جدا قبل الماتش. كنا احنا طبعا كل اللعيبه دي وميسي وكل الناس دي طبعا انتوا ما شاء الله جايبين الاجوان اللي داخله فيها جول. ده كروري يعني ده كروري بيمروقني. ده ماتش برشلونه كنا احنا اساسا. بص احمد سيد هتلاقيه في كل مصيبه احمد سيد. كفايه بقى ده كروري. كل النجوم دي على فكره البطوله دي كان ميسي المفروض ما يلعبش. انت لو خدت بالك لو رجعت السنه هتلاقي تيري هنري كان مصاب وكان بيكي مصاب، كانوا بيتمرنوا حوالين الملعب خفيف وكان ميسي معاهم. فجوارديولا طلب من النادي الاهلي والناس المسؤولين في البطوله ان ميسي هيجربوه شويه عشان رجله. فطبعا استاذنوا مننا، كابتن حسام كان موجود ساعتها بدري كمدير فني والكابتن هادي خشبه كمدير كوره، فاستاذنوا ان هو ميسي يلعب وبتاع. فطبعا قالوا له استاذن مين ده لازم يلعب. واحنا بنلعب يعني كل اللعيبه دي والنجوم دول كانوا احنا مع بعض في الطرقه بتاعه الاوضه وبنتكلم، وانا كنت واقف مع فالديز وميسي واقف مع اينو حتى كمان كان بيهزر معاه. جه ثاني يوم اينو طبعا ميسي خلاص حدش يقدر يتكلم معاه عمال يضربه، فميسي عمال بقى مستغرب انت يعني احنا كنا واقفين بنتكلم بنهزر مع بعض على الناصيه. فطبعا كان يعني ماتشات مهمه وحاجات في تاريخ اللاعب اكيد الواحد يعني فخور بيها وفخور اكبر ان الواحد طبعا مثل النادي الاهلي. دي الاصابه انا اتخبطت كانت كره بالعرض وجود يانسن السويدي كان راس حربه فظيع كان جامد قوي، دخل بالركبه في وتر في راسي من ورا. انا كل ده انا مش داري بيه. يعني انا كل ده الدكتور ايهاب علي واظن الكابتن احمد وده وائل جمعه اعتقد اللي واقف ده، الناس اصلا مش فاهم حاجه. جمجمه وائل اظن هي دي الكوره. هي دي الكوره. بص اتعملت بالعرض هو دخل. لا ده الجول اللي احمد عادل عبد المنعم كان نزل هو ده احمد عادل لما نزل بقى نزل ده اظن بيدرو كان صغير وده جوارديولا نفسه كان صغير قوي كله كان يعني طبعا اجيال وانت كنت صغير وتاريخ واحد كان صغير برضو عاملين ده عاملين شغل. واجهوا بعض اللقاءات طبعا كابتن حسام البدري مع بوب جوارديولا. بطوله مهمه وتاريخ لينا احنا كمان ان احنا تاريخ بنلعب في النادي الاهلي ده تاريخ وانك انت تمثل النادي الاهلي مع فرق اوروبيه ده تاريخ. فدي حاجات كويسه جدا والاجيال اللي بعدين بتعمل ده والاجيال اللي جايه هتعمل ده فده تاريخ للنادي الاهلي. صحيح. ولولا البدايات دي والماتشات دي سواء كان ودي او رسمي اللي انتوا ابتديتوها ما كناش او كانت جماهير النادي الاهلي ما تعودتش على ظهور الاهلي بشكل تقريبا مستمر في كاس العالم طبعا. وبقينا النهارده وانت بتلعب الريال يعني واحد انا فاكر كويس جدا ماتش الريال بالذات يعني احنا لعبنا قبل الريال بايرن ميونخ لكن ماتش الريال انا كنت قاعد مع اهلاويه كتير كانوا مستنيين ان الاهلي يعني كان وصلنا مرحله انه وانت بتلعب الريال رسمي ولي لا ما نكسبش بالزبط. يعني فاهم كل ده مبني على الرصيد الكبير جدا اللي حاول الاهلي اللي هو 1-0 ماتش ريال مدريد بتاع لعبت ريال مدريد ولعبت اياس روما ولعبت الاحتفال المئويه كانت مباراه كاس عالم انديه في المغرب ايوه صح بالظبط ده الماتش الاولاني اللي احنا كسبنا فيه ده كان ظروف وكان ساعتها نجوم العالم موجودين في فريق الاحلام احنا ساعتها الكابتن وليد صلاح الدين كان معانا وكابتن هادي اظن كانوا معانا. بصوا يا جماعه العبوا ده ماتش للتاريخ ومفيش مشكله خالص سيبكم النتيجه العبوا بشخصيتكم بشخصيه النادي الاهلي وربنا هيكرمه. الحمد لله حصلت الفجأة صندي صندي هو عمل الجول واعتزل. حسام غالي كمان عمله كويس جدا اكيد طبعا كابيتانو. طيب لسه الحوار مستمر مع كابتن امير عبد الحميد ولسه عندنا اكيد اخبار وموضوعات كتير هنتكلم فيها ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه متواصلين وبالتاكيد هنتكلم في الجزء الاخير من برنامج الاهلي في رمضان على مباراه سيمبا التنزاني، مباراه فيها تفاصيل كتيره بخلاف الامور الفنيه امور تحكيميه اكيد كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع الكابتن امير عبد الحميد لانه برضو الجيل ده واجه صعوبات تحكيميه في كل المباريات الافريقيه. كابتن امير يعني قبل ما نخش في الفنيات انتوا كنتوا بتواجهوا برضو صعوبات في الامور التحكيميه في المباريات الافريقيه زمان كتير جدا سواء بره او هنا. حتى انا فاكر ماتش نهائي افريقيا مع النجم الساحلي كان العرجون تقريبا احنا لنا 2 بنالتي واحده لشديد قناوي وكابتن خالد بيب واحده وباينين ايه يعني لو في فار دلوقتي كان فيها طرد للاعب وبركات في سوسه هناك وبركات في سوسه ماتش النجم الساحلي برضه هناك خد انذار ما لعبش الاياب
حاجه غريبه جدا. فانا دايما ده يمكن دلوقتي شويه في طفره شويه ويمكن الفار بيساند، لكن برضو انت في وجود الفار في اخطاء طبعا تحكيميه كبيره جدا، وفي ناس يعني حكام بتتغاضى عن لقطات معينه بتاثر في نتيجه المباراه. فاتمنى يا رب ان شاء الله ان يكون التحكيم في ماتش سيمبا يكون على اعلى مستوى، لان طبعا كل ما بتكسب بتخش ادوار مهمه وصعبه أكيد. فقرار بيفرق معاك جدا انك انت تصعد او ما تصعدش. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للحكام وللاعيبه ان شاء الله يكونوا في يومهم ويكونوا مركزين ان شاء الله ونصعد باذن الله. طيب بمناسبه التحكيم، احنا النهارده معانا يمكن خبر بالتاكيد اسعد كل الجماهير الكره المصريه واسره التحكيم تحديدا كمان، لان النهارده في رقم قياسي اتحقق لحكم دولي مصري بعد نجاح متميز جدا في كأس الأمم الإفريقية. تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي فيفا بعد ترشيح الكاف للحكم الدولي الكابتن محمود عاشور أن يكون حكم تقنية الفيديو الفار في الدورة الأولمبية أو الألعاب الأولمبية في باريس، وده رقم قياسي ليه وللتحكيم المصري لأنه تواجد أيضا في دورة طوكيو 2020 وموجود حاليا دلوقتي كمان في باريس الصيف هذا العام. ومعنا على التليفون الكابتن محمود عاشور. كابتن محمود بنرحب بيك على شاشة قناة الأهلي وألف مبروك وبالتوفيق يا رب بإذن الله في الألعاب الأولمبية. بشكرك طبعا، مبسوط إن أنا معاك محمد، ويعني بسلم عليك وسلم على كابتن أمير عبد الحميد وعلى أحمد سمير ودايما كده متعلقين، بتشرف إن أنا أكون موجود معاك وعلى قناة النادي الأهلي. طبعا فرصة طيبة جدا وأنت موجود معانا، لأن إحنا بالتأكيد لازم يكون لنا دور إعلامي مهم جدا مساند للتحكيم. ولما بنتكلم بقى في المحافل الدولية والقارية احنا هنا بنتكلم على التحكيم المصري بشكل يعني اكيد لازم يشرفنا ولازم يبقى فيه مساندة ودعم. اختيارك للدورة الأولمبية للمرة الثانية بعد دورة طوكيو، 11 مباراة في كأس الأمم الإفريقية بعد ما رجعت من كأس الأمم، مباراة في دوري الأبطال سان داونز ويانج أفريكانز، عندك مباراة الحد الجاي مع محمد معروف في مباراة نهضة بركان وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية. شايف الاختيارات دي كلها وانا اسمع ان في الكاف لقب محمود عاشور سينيور، يعني انت المسؤول الاكبر عن تقنيه الفار في القاره الافريقيه كابتن محمود. هو طبعا الاول طبعا انا بحييك على المعلومات، ما شاء الله انت موسوعه يعني ربنا يخليك والله بكلمك بجد، يعني احنا بنعرف الاخبار منك الله يخليك ما شاء الله عليك. طبعا الحمد لله شرف لي ان انا اكون متواجد في اولمبياد باريس، ويمكن ده يعني كنت انا كنت قلت قبل كده حتى الحمد لله تواجدي كان في النهائي في امم افريقيا، ان ده مش ليا انا بس، يعني الحكام كلها اللي ادت في امم افريقيا وكانوا على المستوى الحقيقه المتميز كلهم، ويمكن ده برضو وجودي في الاولمبياد يمكن مش انا الواحد اللي كنت استحق، لا في مجموعه كبيره جدا من اللي كانوا موجودين والمرشحين لكاس العالم اذا كان امين وابو الرجال واحمد حسام وبعدهم يجي معروف ومجموعه ثانيه، فانما يمكن انا الاكثر حظا الحمد لله ان انا اكون موجود، يعني انما مش الاحسن انما هو الاكثر حظا يعني، فده فضل من ربنا بشكر ربنا عليه الحمد لله. بالتوفيق يا محمود ان شاء الله، ان شاء الله تشرفنا، وخصوصا كمان انه منتخب مصر يعني بيشارك في البطوله، فنتمنى لكم انتوا الاثنين التوفيق. بس خليني اسالك واحد، طبعا الاستعدادات او التحضيرات، هل منتظر ان احنا الفيرجن بتاع او النسخه بتاعه الفار اللي هتظهر في الاولمبياد يكون فيها جديد، وهل هيتم تحضيركم وتحضير حكام المشاركين سواء حكام ساحه مساعدين او حكام فار على تجديدات او مستجدات في تقنيه الفار؟ هو احنا يمكن لسه الاعلان عن الحكام وعن قائمه الحكام لسه يمكن كان امبارح، انما غالب يعني دايما البطولات الفيفا بتبقى امور مختلفه شويه في التصوير في الفيرجن اللي موجود، حتى الشركه اللي موجوده بتبقى شركه مختلفه غير اللي احنا شغالين معاها هنا ومشغلين معاها في الاتحاد الافريقي. السيمي اوتوميتد بالنسبه للتسلل اللي احنا لعبنا عليه في البطوله العربيه قبل كده، يعني الامور بتبقى شويه مختلفه، والحمد لله يمكن برضه يمكن احنا محظوظين ان احنا يعني لعبنا بالحاجات دي بالفيرجن الجديد، وحتى في امم افريقيا كانت الدنيا مختلفه والتصوير مختلف والاخراج كان مختلف، كان مساعد كانت حاجه ممتازه جدا، فده بيساعدنا ان احنا نكون موجودين يعني مع، حتى انت عارف احنا في فرق شويه بيننا عندنا في الانتاج بيننا وبين اوروبا، الامور شويه مختلفه في افريقيا او حتى في الدوري المصري، الامور شويه كتصوير وكانتاج وكاكويبمنت موجود معدات للفار وحتى الفيرجن او البروجرامز اللي موجوده مختلفه شويه متطوره عن تبقى موجوده هنا، فبتساعد جدا جدا
كحكام فار ان احنا يكون دورنا مهم وسهل علينا الامور بالنسبه لنا الفنيه الموجوده في غرفه الفار. كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نكون يعني ان شاء الله مستوى بيبقى مرتفع شويه حتى عن اللي انت بتشوفه في الدوري المصري. طيب بمناسبه الموضوع والحديث عن فكره الفيرجن والامكانيات والتقنيات ده هيخدني لسؤال مهم جدا ليك يا كابتن محمود، واعتقد فرصه طيبه وانت معانا على شاشه قناه الاهلي نتكلم في الجزئيه دي. وبصراحه انا بشكر برضو لجنه الحكام ان هي اتاحت الفرصه لينا ان احنا نوجه التهنئه لمحمود عاشور من خلال شاشه قناه الاهلي. ولكن التقنيات والفيرجن بالمقارنه بالدوري المصري، بكل امانه انا فاكر كان في تصريح مهم جدا للكابتن سيد مراد المحاضر الدولي وكان مسؤول تقنيه الفار في اللجنه، قال لك نسبه دقه النتائج لا تتخطى 70%. هل الفيرجن اللي في الدوري المصري هو اللي مخلي فيه مشاكل في تقنيه الفار بالمقارنه بالفيرجن والمستوى اللي اشتغلته عليه، خاصه انك انت الوحيد اللي اشتغلت على كل المستويات في كل البطولات الدوليه؟ انا بس طبعا انتوا كلكم في الاعلام، يمكن انتوا يعني بالنسبه للتصوير والاخراج والحاجات دي يمكن انتوا اشطر مننا كتير قوي وتقدروا تقيموا الامور اكتر. انا عايز اقول لك بس ان مثلا الدوري المصري بيتصور من 8 ل 12 كاميرا وما كانش فيه اللي هي التصوير بالانالوج، يعني مش حاجات متطوره، كان ما كانتش الكاميرات مش 4K، كانتش الكاميرات 4K اللي موجوده، ما كانتش في العربيه كلها موجوده يعني. فانت متخيل انت قاعد بتتشيك على العاب بتسع كاميرات و11 كاميرا والعاب وفي مكان ثاني عندك 36 كاميرا، عندك 16 كاميرا خاصه بالتسلل انت فاهم، و22 كاميرا او 20 كاميرا متحركه وثابته بتجيب لك كل الزوايا اللي موجوده، والكواليتي مختلف والتصوير مختلف ومكان الكاميرات مختلفه وزي ما قلنا كده الاكويبمنتس والحاجات اللي موجوده مختلفه. غرفه الفار اللي انت فيها قاعد بتشتغل فيها عندك تو ستيشن، واحده متخصصه في التسلل ومعاها اوبريتورز موجودين، والتانيين ناس ثانيه قاعدين معاك اثنين اوبريتورز موجودين، واحده على يمينك واحده على شمالك، بيجيبوا لك كل الالعاب وكل الزوايا اللي انت يعني ممكن تبقى شاكك ان هي تجيب لك توضح لك اللعبه توضح لك حاجه، هم كلهم يعني كل ده وانت قاعد بيخدم عليك. فالسرعه والدقه وكل ده اكيد بيفرق. انت بتتكلم زي ما بقولك كده احنا الدوري المصري في على فكره يعني احنا حكام الفار هنا بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا مع الاوبريتورز في وجود الامكانيات اللي موجوده، ما تقدرش يعني ما تقدرش تطلب اكتر من كده لان الموضوع اعتقد ان هو شويه مكلف وشويه يحتاج تطوير اكتر واكتر. وعلى فكره احنا اعتقد من اربع سنين مش زي الدوري، مش زي السنه دي ومش زي السنه اللي فاتت، كل سنه في تطور وفي تحسن عن السنه اللي قبلها. لا الامور شويه بتختلف طبعا في الحاجات اللي متاحه لك والادوات اللي انت بتشتغل بيها. اكيد. طيب في سؤال بقى واحنا داخلين على مباراه القمه الاهلي والزمالك، وفرصه وانت معانا وانت عايز اقول يعني اكيد لك خبرات كبيره وانت يمكن من اكبر الحكام الموجودين حاليا في الدوري المصري وفي الكره المصريه. دايما المسؤولين بيقولوا احنا بنرفع الحرج عن التحكيم المصري في مباريات القمه. هل بيبقى في حرج بالنسبه لكم ولا الامر ده انتوا شايفينه ازاي؟ بالعكس، اي حكم في مصر يتمنى يلعب مباراه القمه. انا الحمد لله كنت محظوظ لعبت مباراتين للقمه اللي كان في وجود الكابتن احمد بجاد، لعبت ايه فار في المباراه الاولى والثانيه فار بين المباراه والمباراه كان 14 يوم. فكان المباراه الاولى كان البنا اعتقد والمباراه الثانيه كان امين عمر البنا وامين عمر، والمباراتين عدوا. كل انت لو رجعت كابتن محمد وشفت كل المباريات اتلعبت بحكام مصريين من اول ابراهيم نور الدين لغايه ما اخر ماتش لعبه محمود البنا، الحمد لله كلها مباريات عدت بامتياز وباداء تحكيم ممتاز، ما كانش فيها اي مشاكل، ومباريات فيها احداث وفيها العاب كبيره وفيها ركلات جزاء، ومباراه محمد عادل فيها اربع ركلات جزاء على ما اعتقد، ومباراه البنا كان فيها ركلات جزاء. فالحمد لله كل الحكام اللي ادوا في مباريات القمه كان اداء متميز، والناس كلها كانت طالعه راضيه، سواء حتى انت في قناه الاهلي او في قناه الزمالك كان في اشاده، ما كانش فيها اي مشكله خالص في التحكيم. لا والحقيقه كمان لازم نقول بشيء يذكر، الحكام المصريين قدموا بطوله افريقيا الاخيره اللي كان الحقيقه قدموا مستوى عالي جدا. انا فاكر كويس جدا بعد انتهاء البطوله قلت انه مكسب مصر الوحيد هو مستوى التحكيم العالي الحكام المصريين اللي شاركوا في البطوله، واللي قلت اتمنى انه ينعكس بقى على مستواهم هنا في الدوري المصري. والله يا كابتن احمد انا بتمنى يعني احنا خلي بالك احنا حاجه بتشرفنا الدعم لما يبقى من الاعلام، وخلي بالك الاعلام مؤثر جدا 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 في الحكام، بيديها الثقه ويعني فاهم وبيديك يعني دفعه كويسه جدا، ويعني بتكبر انت لما بتكبر ناسك وبتكبر حكامك
يعني حتى في المحافل الدوريه والافريقيه لما بتلعب المباريات الكبيره والناس بتشوفك وبتشارك وخلاص الناس عندها ثقه فيك، واحنا الحمد لله الثقه دي موجوده اكيد، في ثقه كبيره جدا 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 في الاتحاد، من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في الحكام المصريين. يعني والله المباريات الصعبه اللي فيها مشاكل وممكن يبقى فيها يعني اي يعني في مشاكل من انواع ثانيه، يعني في مش لازم مشاكل تحكيميه، مشاكل من انواع ثانيه انت فاهم، يعني مش هنتطرق ليها، بس لان في ثقه في التحكيم المصري في نزاهته وفي امانته وفي ادائه باخلاص وفي تركيزه، فكل المباريات الصعبه هتلاقي حتى لو بصيت في كاس الامم المباريات اللي ليها يعني في 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 اتحادات لها باور، فيها ليها باور في الاتحاد الافريقي في انديه لها باور أكيد. فبتلاقي الحكام المصريين لانهم عارفين ما بيخافوش وما بيهابوش حاجه بتلاقوهم محطوطين في المباريات دي، المباريات الكبيره كلها عندي جواليس كتيره ثقه كبيره الحمد لله الاتحاد الافريقي. نتمنى ده احنا كنا عايزين ان ده نستغله ونيجي هنا في مصر نلاقي برضه نفس الدعم ونفس المسانده من كل الناس، يعني سواء حتى من كل الاعلام، القنوات المحايده، القنوات اللي هي تبع انديه، كل ده والله هيأثر بالايجاب على التحكيم المصري اكيد باذن الله. نتمنى لمنظومه التحكيم كلها التوفيق، ونتمنى لك انت بشكل شخصي التوفيق في اولمبياد باريس يا محمود، وهي دفعه قويه النهارده باذن الله كمان. ان شاء الله باذن الله لك التهنئه ودفعه قويه ان شاء الله ليكوا الفتره الجايه. كابتن محمود مبروك عشور. كابتن محمود عاشور. كابتن امير، يعني طبعا يعني بنبارك طبعا للكابتن محمود عاشور وبنشكره بالتاكيد على المداخله معنا. بنشكره طبعا وببارك له وببارك زي ما انتم حضراتكم قلتوا ان التحكيم المصري كان في بطوله افريقيا كان من اهم الايجابيات اللي حصلت لنا في مصر، ودي حاجه كويسه جدا. وزي ما هو قال نقطه مهمه جدا، الاعلام ليه دور كبير جدا، مؤثر بشكل كبير جدا، بيدي ثقه، والفار كمان، يعني الفار ده خلي بالك مهم جدا ان هو بيدي ثقه للحكم وعارف كويس قوي ان اخطائه، حتى يعني الاخطاء بتقل ولو في خطا معين او حاجه او حاجه هو ليه هو سلاح ذو حدين بالظبط. ليه؟ لانه هو مفترض انه اداه مساعده وتحسم وبتدي مساحه للحكم في انه يراجع قراراته، ومعاه طاقم تحكيم كمان مساعد شايف من زوايا ثانيه مختلفه عنه، فالمفروض ان الاخطاء تقل. فلما بيحصل خطا واضح للجميع بيجيبوه. والفار ما يتدخلش او الحكم ياخد قرار عكسي بيجيبوه هو. بيزود الازمه بيزود المشكله بيزود احساس الجمهور، عارف نظريه المؤامره بتحس الناس ان طب ما انت عندك فار وانت شفت اللعبه وفي حكم معاك مساعد جوه، فلما اللعبه تبقى من وجهه نظر المشاهد او المتابع او الجمهور ايا كان بقى النادي اللي بيشجعه ما اتخذش فيها قرار، هنا بيبقى فيه مشكلة الشك. وكمان في نقطة تانية، ان انا هو اتكلم على الكابتن البنا ومن الحكام اللي بحبهم جدا، وانا يمكن الحقيقة يمكن كمان انا كنت رغم ان لينا يعني عتاب عليه الحقيقة في ماتش كان اظن ماتش اخير كان النادي الاهلي بيلعب كان انبي اعتقد او اخر ماتش الماتش اللي خسره الاهلي قبل التوقف كان البنك الاهلي ماتش البنك الاهلي انا فعلا حتى انا استغربت من مستوى كابتن البنا بامانه، مش عشان خاطر النادي الاهلي، انا دايما حتى يعني اول وانا بلعب في النادي الاهلي لما كنت بلعب اول ما اشوفه بطمن، حكم مميز، حكم موهوب كمان جداً. هو موهوب جدا، ولكن في ماتش البنك الاهلي القرارات ما كانتش صحيحه واثرت في نتيجه اللقاء بالظبط، وده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، حكم ممكن ياثر في نتيجه اللقاء، في نفس الوقت كان بيتغاضى عن حتى كمان فكره لو في فار او حاجه، فكان تحس ان هو لا انا زي ما بيقولوا كده راكب دماغه، انا شغال عادي مفيش مشكله خالص، لكن ده ما يقللش منه، وحارس ممتاز وحارس حكم ممتاز وحارس وحكم موهوب، فانا شايف ان هو يعني الماتش ده بس باستثناء الماتش ده هو كان يعني بيقدم مستوى اقل مش موافق، لكن طبعا حكام في طفره شويه، حكام مصريين كمان احنا كمان لازم نديهم ثقه اكبر من كده، سواء اعلاميين او الجماهير لازم تثق اكبر، ولكن هما كمان يساعدوا في القرارات، يعني لازم يساعدوا في القرارات. طب عايز اروح معاك لماتش سيمبا عشان الوقت ما ياخدناش. نمره واحد، تقييمك سريعا كده لمباراه الجوله الاولى وتحقيق الاهلي مكسب في تنزانيا لاول مره في تاريخه، ورؤيتك للسيناريو او الشكل اللي هياخد بيه الاهلي مباراه العوده ان شاء الله بعد بكره. بص يا ابو حميد، هو طبعا ماتش سيمبا هناك ليه ظروف معينه وجو صعب جدا، يمكن انا قابلت مصطفى شوبير من حوالي يومين ثلاثه واتكلمت معاه، الجو صعب جدا وكان جو صيام ورطوبه عاليه جدا، فانت خلاص في الماتشات اللي زي دي انت بتاخد انت عايزه، النادي الاهلي خلاص انت خدت اللي انت عايزه، كسبت اللقاء وكنا نتمنى ان احنا نجيب هدف كمان، لكن النتيجه ما انتهتش، عندنا شوط ثاني لسه في القاهره،
اعتقد ان مستر كولر واللعيبه مركزين بشكل كبير. الحمد لله اصابات كمان رجعت كله حاله تركيز، وده اللي انا بتكلم فيه. النادي الاهلي ده ما بيلعب على التتويج، اللعيبه كلها لازم تكون مستعده. انا شايف ان الامور هتختلف شويه. النادي الاهلي هيهاجم طبعا في اول ربع ساعه ثلث ساعه، وفي نفس الوقت هيبقى لازم ال 90 دقيقه تخلص النادي الاهلي يكسب ومكسب مشرف، والاداء اللعيبه يكونوا بروح عاليه وبشخصيه النادي الاهلي. اعتقد ان شاء الله هنعدي باذن الله في المباراه اللي هنا باذن الله. صعوبه المباراه من وجهه نظرك وانت كسبان بره اكبر ولا يعني 50-50؟ وانا كسبان بره على النتيجه اللي هنا، لا اكيد انت لما تكسب بره اكيد بيبقى عامل نفسي كويس جدا. انت بتكسب بترتاح شويه احسن ما يكون القدر انت خسران 1-0 او 2-0. انت ممكن هناك لو خسران 1-0 تيجي هنا تجيب جول وهم جايبين فيه جول فتخش في متاهات، او انت خسران قدر 2 فيجيب فيه جول تبقى مشكله كبيره جدا. ده وانت بتبتدي ماتش زي ده، جيم زي ده، المفروض انه اعصابك اهدى، اللود او الضغط العصبي عليك اهدى، مصدر التوتر للطرف الثاني، الطرف الثاني هو اللي عنده مشكله طبعا. هو اللي محتاج يبادر عشان يعوض، فبالتالي انت تقدر بخبراتك الكبيره في افريقيا تعرف تستغل، وخبرات كولر كمان اعتقد انه اكتسب خبرات كبيره في افريقيا، تعرف تستغل الحاله اللي هيدخل بيها سيمبا المباراه. اكيد طبعا، يعني الدنيا مختلفه خالص في ماتش سيمبا اللي هناك. نتيجه 1-0 اكيد، وكده كده اصلا سيمبا التنزاني عارف قيمه النادي الاهلي وعنده قلق اكيد في النادي الاهلي وخصوصا في مصر. حتى انا شفت تصريح للمدرب، قال لك ان انا هجيب زي النادي الاهلي شيف للاكل وهعمل زي النادي الاهلي ما عمل. فده بيوتر الناس، لكن هو هيوتر مين؟ انت هو كده كده بيعمل ده عشان هو قلقان من النادي الاهلي، وطبيعي يبقى في خوف وقلق من النادي الاهلي. انت خسران 1-0 على ارضك، هتلعب النادي الاهلي في القاهره، تتكلم في 20-30 ألف متفرج، 30 ألف ان شاء الله بيهزوا الجبال زي ما بيقولوا. فانا شايف ان الاستعداد كويس، اللعيبه المصابه رجعت تاني، اللعيبه كلها في حاله تركيز كبيره جدا وفي تفاؤل. ولكن زي ما قلت النتيجه والكره ملهاش مقاييس في متغيرات، فاتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله تمشي زي مستر كولر حاسب لها. وانا شايف ان النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده عندها خبرات كبيره جدا، لعيبه دوليه، لعيبه حتى الاجانب دوليين في منتخب بلادهم. فانا شايف ان الحمد لله مع الجمهور الكبير اللي هيبقى موجود، اعتقد ان مستر كولر هيلعب بشكل هجومي وهيبقى فيه تامين طبعا، لان طبعا مش ما يخش فينا القدر هدف، ونقدر نجيب هدف او اتنين حتى كمان نرتاح نفسيا شويه ونصعد ان شاء الله للدور اللي بعد كده باذن الله. كابتن امير نورتنا وشرفتنا. كل سنه طيب يا امير. كل سنه طيب حبايبي جدا، وانا بحبكم جدا، وسعيد جدا انا كنت معاكم محمد واحمد، وسعيد انا كنت في بيت قناه الاهلي، وان شاء الله لينا عوده ثانيه باذن الله بعد المباراه. ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب، نورت الدنيا يا امير. ويعني نتمنى انكم تكونوا نتمنى انكم قضيتوا معانا وقت لطيف في سهره اهلي في رمضان النهارده، ومعانا ومع نجمنا امير عبد الحميد. وبكره ان شاء الله هيتجدد دايما لقاء دايما على شاشه الاهلي والاهلي في رمضان. بشكر محمد طبعا. شكرا ليك يا ابو حميد، وبالتوفيق دايما، وان شاء الله باذن الله نكون يعني وفقنا في تقديم حلقه فيها اخبار وقضايا وكواليس وحاجات اكيد كانت مطروحه على الساحه الرياضيه والسوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره يا احمد. شكرا يا محمد، كل سنه وانتم طيبين.